بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضراتكم. النهاردة الخميس 30 أغسطس 2018. كل سنة وحضراتكم طيبين. أول لقاء بيجمعنا بيكم من مساء دريم على الهواء بعد عودتنا من أجازة عيد الأضحى المبارك. يا رب تكون كل الناس قضت أجازة جميلة سواء جوه القاهرة أو خرجوا بره القاهرة. إن شاء الله يا رب كل الأيام تكون جميلة. وطبعا السمة اللي كانت غالبة جدا على الناس كلها اللي كانت يعني موجودة في القاهرة اللي كانت محظوظة إنها فضلت موجودة في قلب القاهرة العامرة طوال أسبوع الأجازة أيام العيد وقبله بيوم يومين وما بعده شوية. فكرة إن الشوارع فاضية وفكرة إنك تروح من مكان لمكان في الأيام العادية ممكن تاخده في ساعة، لكن في الأجازات دي ممكن تاخده في 10 دقائق ربع ساعة. دي كانت الحقيقة متعة جميلة جدا لكل الناس اللي ما سافروش ومقضوش الأجازة برا نطاق القاهرة. في النهاية نتمنى يا رب إن شاء الله الكل يكون سعيد. نتمنى شوارع آمنة وشوارع نظيفة وبيئة نظيفة، ونتمنى مزيد من التعامل مع المواطن المصري بكل سلاسة وبساطة حتى يستطيع أن يكون بدوره هو عنصر فاعل في هذا المجتمع. كل الأمنيات اللي أنا قلتها دي وحاجات تانية كتير جدا هي يمكن بعض المهام المنوط بيها أي محافظ، وبالتالي ليه كل المصريين كانوا بقالهم فترة طويلة في انتظار حركة المحافظين الجديدة؟ لأنه المحافظ ده ببساطة يعني المحليات، يعني زي ما بقول لحضراتكم الشارع، المدينة، الحي، التراخيص، الكهرباء، نظافة الشوارع، عايز تعمل مشروع، عايز تاخد ترخيص، تاخد موافقة، كل الكلام ده المحافظات يعني الأحياء. وبالتالي في مواطنين كتير جدا انتظارهم لحركة المحافظين الجدد ما هياش بس علشان من باب الفضول، مش بس عشان نعرف مين المحافظ اللي قاعد في مكانه ومين اللي هيمشي ومين اللي هيتنقل من مكان لمكان تاني، إنما في عدد كبير جدا من المواطنين في محافظات جمهورية مصر العربية المختلفة في انتظار هذه الحركة لأنه عندهم آمال وعندهم طموحات وعندهم حاجات كتيرة جدا نفسهم يحققوها، مستنيين يمكن على تأشيرة من محافظ أو لقاء مع محافظ يقدروا يقابلوه ويقولوا له كل الحاجات اللي في قلوبهم. وحتى النهاردة إن شاء الله هنشوف كده بعض هذه النماذج من خلال تقاريرنا في مساء دريم. النهاردة في 27 محافظ ونوابهم وعددهم 18 أدوا بالفعل اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد طبعا الإعلان بشكل رسمي عن حركة المحافظين. حركة المحافظين الجدد أبقت بالفعل على 5 في مناصبهم ونقلت محافظ دمياط لكفر الشيخ وأعلنت تعيين 21 محافظ جديد. حركة المحافظين المرة دي كانت الحقيقة مختلفة عن كل الحركات السابقة لأنه عدد كبير جدا من نواب المحافظين تم اختيارهم من البرنامج الرئاسي للشباب الـ PLP. وخلونا بس نقف قليلا كده مع الشباب الرئاسي الـ PLP لأنه مش كل الناس عندهم يعني فكرة كافية عن هؤلاء الشباب. المجموعة دي المجموعة اللي احنا عارفين طبعا وتابعنا في وسائل الإعلام المختلفة على مدار السنتين 3 4 سنوات الماضية، مجموعة الشباب اللي التحقوا كان في دفعة أولى ثم دفعة ثانية وفي دفعة ثالثة بيتم بالفعل تجهيزها من الشباب اللي بيدخلوا برنامج الرئاسي وبيتم طبعا إعطائهم دورات معينة، التعامل معهم بطريقة معينة، تأهلهم لأن يقودوا وأن يتولوا مناصب سياسية في المستقبل. والشباب دول الحقيقة مش بس بياخدوا دورات كده، إنما الشباب دول بياخدوا كمان علوم مختلفة، علوم تؤهلهم لهذه المناصب. على فكرة الفكرة مش بس إن أنا أطمح إن أنا يبقى عندي شاب ماسك منصب، ما هو تمكين الشباب يا جماعة ما بيجيش كده من فراغ. تمكين الشباب يعني وضع الشاب المناسب صاحب القدرات والكفاءات المناسبة في المكان المناسب ومتابعته ومتابعة عمله. والله زيه زي أي محافظ تاني، أي منصب تاني، أي وزير تاني أثبت كفاءة وأثبت جدارة تمام إحنا معاه، لم يستطع القيام بالعمل بالشكل المناسب أو المتوقع عليه، خلاص نبقى عارفين. لكن في النهاية فكرة إنه هؤلاء الشباب بعد فترة كبيرة من تدريبهم واختباراتهم، وعلى فكرة الشباب دول هم الوقود لو حضراتكم بتتابعوا على مدار السنوات الماضية منتديات الشباب اللي بتعقد طبعا في محافظات مصر المختلفة ومنها منتدى الشباب العالمي اللي عقد بالفعل العام الماضي في شرم الشيخ وإن شاء الله اللي جاي كمان في شرم الشيخ إن شاء الله في نوفمبر وهنتكلم بكرة مع حضراتكم بالتفصيل أكتر عنه. الشباب دول شباب البرنامج الرئاسي هم وقود هذه المنتديات
هم اللي بيختاروا كل حاجة، من أول الفيديوز اللي بتتعرض، الجرافيكس اللي بتتعمل، المزيكا اللي بتتلعب، التنظيم، التجهيز، التوضيب، فكرة المحاكاة، أفكار الندوات نفسها اللي بتتعمل، هم اللي بيطلبوا، هم اللي بيكتبوا، بيقولوا إحنا عايزين نناقش برنامج الحكومة، إحنا عايزين نناقش الاقتصاد، إحنا عايزين نناقش السياسة، إحنا عايزين نعرف مستقبل التعليم في مصر، إحنا عايزين وزير كذا يقعد على المنصة دي ويتسأل أسئلة كتيرة جدا متعلقة بمكانه، بمنصبه، بتفكيره، بتوجهه، وحيعمل إيه، وحيقدم إيه للوطن، وحيقدم إيه للمواطن المصري. كل ده جاي وجاب الفعل من شباب البرنامج الرئاسي. أنا الحقيقة كان ليا يعني بجد مش مجاملة والله، بس يعني كان ليا الشرف إن أنا في منتديات كتيرة قابلت عدد كبير من هؤلاء الشباب، واشتغلنا مع بعض وجهزنا لما كنت كمان بقدم إحدى الندوات دي في منتدى الشباب العام الماضي. اتعاملت كمان معاهم بقى عن قرب، كنا بنقعد من الصباح الباكر لغاية المساء بنشتغل مع بعض ونعمل ريسيرشز على الانترنت وننزل شغل ونتكلم ونتناقش. شباب يعني مش قادر اقول لحضراتكم قد ايه طموح وقد ايه مثقف وقد ايه على علم ودراية باللي هو بيعمله. هي مش فكرة بس ان انا عضو او انا بنتمي وانتسب الى برنامج الرئاسي، لا، انا عندي طموح وانا عندي فكر وانا عايز افيد الوطن وانا عايز امثل شباب مصر، وعايز لما إن شاء الله في يوم من الأيام أتقلد منصب رسمي، ومش مستعجل عليه، يجي وقت ما يجي المنصب ده، بس أنا عايز يوم أتقلد المنصب الرسمي ده بإذن الله أرفع راس كل شباب مصر وأرفع راس كل زملائي في برنامج البي أل بي، وأقدم شكر وعرفان لكل اللي وقفوا جنبي في هذا البرنامج واللي دعمونا واللي اختارونا عن طريق شغلي وعن طريق مجهودي وعن طريق كفاءتي. الحقيقة النهاردة الرئيس اجتمع المحافظين بعد ما أدوا اليمين الدستورية، وطبعا كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حاضر، واللي هو محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لكل هؤلاء المحافظين طبعا بيرجعوا له في الترتيب، أو يعني هو مفروض مديرهم، هو اللي بيظبط الأداء معاهم، هو اللي بيتابع التكليف بالمهام ليهم. وكان الحقيقة يعني اجتماع مهم جدا، والرئيس اتكلم معاهم وقال لهم احنا عايزين، طبعا الاول قال لهم يعني اطيب التمنيات وان شاء الله يبقى فيه توفيق ونجاح في اداء مهامكم، ووصاهم بقى كتير، وصاهم على مصر، وصاهم على المواطنين المصريين، وقال لهم احنا عايزين شغل اكتر، وعايزين عمل جماعي، عايزين التيم ورك، العمل الجماعي، عايزين التنمية، عايزين البناء، عايزين الدقة، عايزين الطاقة الإيجابية، عايزين القدرة ان احنا نحقق الانجازات، عايزين نبث الامل الحقيقي في نفوس المواطنين. انتوا وراكم شغل كتير جدا، واعتقد انه النهاردة في ظل تحديات كثيرة مصر مرت بها على مدار الاربع سنوات الماضية، اعتقد انه اي شخص بيقبل ان يقلد منصب رسمي في هذا البلد، اعتقد انه بيكون مدرك بشكل كبير جدا انه ده تكليف، وتكليف مهم جدا، وتكليف وطني في وقت حساس جدا بيمر بيه الوطن، ومحتاجين الحقيقه للطاقه الايجابيه، ومحتاجين للعمل الحقيقي، ومحتاجين لكل صاحب منصب ان يكون على قدر هذه المسؤوليه وهذا المنصب. خلونا ناخد هاتفيا المهندس احمد السجيني رئيس لجنه الاداره المحليه بالبرلمان. يا اهلا وسهلا سياده النائب، كل سنه وحضرتك طيب الاول. وسيادتك بخير، اهلا بسيادتك، اهلا بيك. الحركه المرتقبه، وكان بقالنا فتره طويله بنسال فين حركه المحافظين، وتخمينات كثيره جدا طلعت ثم ظهرت بشكل رسمي، وادى بالفعل المحافظون ونوابهم الجدد صباح اليوم اليمين الدستوريه امام الرئيس السيسي. شايف حضرتك هذه الحركة ازاي؟ وطبعا هسأل حضرتك عن فكرة تولي بعض من شباب البرنامج الرئاسي البي ال بي للمناصب في هذه الحركة، وتوقعاتك منهم ايه يا فندم، واحنا مستنين ايه ومنتظرين ايه من هؤلاء المحافظين الجدد؟ شوفي، خليني في البداية يعني اسمحيلي ان انا الاول لابد ان احنا نرسل كل التحية للسادة المحافظين اللي انتهت مدة تكليفهم ولقيتهم، لأن الحقيقة احنا اشتغلنا معاهم، وفي منهم بالمناسبة يعني الحقيقة من اكتسبوا خبرات كبيرة جدا، ولكن هو التغيير سنة الحياة، ولابد ان احنا نضخ دماء جديدة، ودي يمكن تعتبر اكبر او من اكبر الحركات على مستوى تاريخ المحافظين. انت بتتكلمي في 21 محافظ، الحقيقه عدد كبير جدا، وده يرتب لنا ترتيبات معينه. اولا المرحله مرحله جديده، وزي ما سيادتك شايفه هو في تنوع، يعني في لواءات شرطه ولواءات جيش ومستشارين
واساتذه الجامعه وامراه، ويعني يعني يعني الحقيقه في تشكيله طيبه جدا. الملفت ايضا للمساله هو العدد الكبير من النواب المحافظين والمساعدين، ويمكن هم يمثلوا يعني فئه عمريه من الشباب وايضا جيل الوسط. ودي ده يتسق مع ما اعلنه الرئيس السيسي في بدايه حقيقه توليه، سواء في الفتره الولايه الاولى وتاكيده في الولايه الثانيه، ان الشباب يعني جزء اصيل من البرنامج الرئاسي ومن فكره. واللي يشوف حضرتك النتائج بتاعت الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في الفئات العمرية للمئة مليون هيعرف ان احنا النسبة الغالبة في الشعب المصري هم من الشباب وجيل الوسط، وده اللي الدولة شغالة فيه في تمكين هؤلاء الشباب وهذا الجيل. ولكن شريطة ان هو زي ما سيادتك كنت بتقولي، شريطة ان هو يكون شباب مؤهل صحيح متخصص وعارف هو هيعمل ايه صحيح. ده النهارده هو ما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتقد ان هو بدايه وليست نهايه، دي خطوه اولى وبيتحقق، والرهان بقى عليهم الحقيقه يعني. وعشان كده انا الحقيقه لابد ان انا استغل مداخلتي معاكي واوجه للي بيسمعني يعني منهم نصيحه، ان اولا الملف المحلي زي ما سيادتك عارفه والتقينا كثيرا ملف متشابك ومعقد صحيح وتفاصيله كثيره جدا، وبالتالي انا يعني لابد ان هم يخضعوا لمرحله كده يقعدوا مع نفسهم ويفتحوا الملفات ويدرسوها اولا من الناحيه النظريه قبل ان يعني ياخدوا فتره كده اسبوع اسبوعين يعني يخوضوا في اكثر التفاصيل دقه، بعد كده يبدا يكون ايه رؤيه في المساله وينزل ميدانيا الشوارع ويرتقي والى اخره. يعني حضرتك لا ترشح انه ينزلوا على طول ميداني، لا يقعدوا الاول يقروا الملفات. هيصطدم الميدان، حضرتك هيصطدم باكثر من جهه، الاول هيصطدم بالمواطنين، هيصطدم بنواب البرلمان، وممكن نازل دايره نائب. طبعا نائب النهارده انت بتتكلمي في نائب بقاله 3 سنين في المجلس النيابي، يعني ده لو افترضنا ان هو نائب جديد، فلو في منهم مخضرمين، فلو افترضنا ان نائب جديد اكتسب خبره كبيره جدا، فهيجي له شاب قد يكون لسه مش ملم ب يعني التفاصيل الفنيه والحرفيه للعمل الميداني، هيبداوا العمل ب انا سيادة النائب في سؤال عندي الحقيقه، وانا طبعا لا حضرتك ولا انا ولا نحب ابدا في الاعلام ان احنا نقول مسلم ومسيحي، اعتقد كده حضرتك عرفت انا هتكلم على ايه، لكن المواطن حتى في الشارع في كده تحس انه حاله يعني مش قادره اقول عامه، بس من الناس اللي شفناها في الشارع اللي بتتكلم بتقول لك فكره انه اول محافظه، اول امراه محافظه امراه ومسيحيه، فدي هل دي يعني بتؤكد فكره ان احنا ماشيين في طريق في الاستناد الى الكفاءات المساواه الاجتماعيه؟ مصر عمرها ما كانت دوله بتقول مسلم ومسيحي، احنا بنعتمد على الكفاءات بالمقام الاول، يعني هل وقفت شويه عند النقطه دي يا ست النائب؟ الحقيقه هقول لك ليه ما وقفتش قدامها، لان هو الريس الحقيقه احنا بقالنا معاه اهو يعني ولايه الاولى، الفتره الاولى خلصناها وبدايه الولايه الثانيه خلاص عرفنا هو الاطار العمل الفكري كمان، اطار مش مجرد التنفيذي، لا الفكر نفسه الوعي نفسه اللي بيحاول ان هو يسعى دائما الى ان هو ينشره شكله عامل ازاي. مساله التمييز ليس فقط مسلم ومسيحي، لا ده احنا بنتكلم في رجل وامراه، بنتكلم في شباب ومش شباب، بنتكلم في يعني مسألة التمييز الحقيقة هو بيحاول ان هو يعني يلقي الضوء عليها، بان يعني ما يجبش انها تكون بالشكل اللي كانت موجودة عليه في الفترات السابقة. وبالتالي انت بتجد النهاردة في كل حركة، ليس في حركة المحافظين ولكن في التشكيل الوزاري، في الهيئات القضائية، في يعني مسألة ان هو بيعمل الجديد. شفنا المهندسة نادية عبده محافظة البحيرة الحياة بنحييها برضو، أدت وحاولت وكانت بتجتهد، موجودة حاضرة، كانت كأول محافظ امرأة، فيعني
دي مسائل الحقيقة احنا بنأيدها وبنشجعها. نعم. وبتديلك انعكاس حوالين انت داخلة على ايه بعد كده. يعني بشكرك جزيل الشكر سيادة النائب المهندس احمد السجيني رئيس لجنة ادارة المحلية بالبرلمان، وانا بشكرك جدا انه حضرتك بدأت حديثك بتوجيه الشكر والتقدير والعرفان لكل من ترك منصبه بالفعل. الموضوع ده مهم جدا، وانك تحسس اي حد بيشتغل في منصب عام انه بعد ما بيترك هذا المنصب وبيصبح يعني خلاص مش حد مسؤول في الدولة، مع انه كل مواطن مسؤول لكن يعني ما عندوش منصب رسمي، فكرة انه انت تحسسه انه عملك تم تقديره، انجازك تم تقديره، على الاقل حرصك حتى بالنوايا الطيبة بالعمل الدؤوب حاولت انك انت تعمل اللي عليك، فاحنا بنقول لك شكرا على ده. دي نقطة مهمة جدا، مش أي حد بيشتغل كده وبيطلع خلاص ننساه ونبدأ نبص للجديد بدون ما نتوجه بالشكر لكل من خدم هذا الوطن بقدر ما استطاع. هنطلع نشوف سريعا أهم وأبرز أحداث هذا الأسبوع، كان في أحداث كثيرة جدا أغلبها أحداث سياسية هذا الأسبوع، ونرجع مباشرة ندخل فيه أو نستكمل بقى مجموعة أخبارنا لهذا المساء. شهدت أحداث الأسبوع أحداثا كثيرة ومتنوعة على الساحة المصرية والإقليمية والعالمية. الرئيس الفلسطيني يشيد بدور مصر لتحقيق المصالحة في اتصال هاتفي بالرئيس السيسي. رئيس فيتنام خلال زيارة تاريخية، مصر أحد أكبر ثلاث اقتصادات في إفريقيا. البنك المركزي لن نسمح بالكشف عن سرية حسابات العملاء تحت أي ظرف. التنظيم والإدارة تعداد وظيفي أوائل أكتوبر لحصر عدد العاملين المدنيين في الدولة. الصحة ارتفاع حالة الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 60 حالة. الوطنية للصحافة زيادة أسعار الصحف لم تتقرر بعد. آلاف النازحين من داريا جنوب دمشق يعودون إلى بيوتهم. إيران سنحتفظ بوجود عسكري في سوريا رغم الضغط الأمريكي. موسكو تحذر واشنطن من خطوات طائشة في سوريا. روسيا تجري أكبر تدريبات عسكرية منذ 40 عاما. العراق بصدد إرسال وفد لواشنطن لبحث إعفائه من عقوبات إيران. قطر ستوسع قاعدة العديد الجوية التي تستضيف القوات الأمريكية. سفير كوبا الجديد يقدم أوراق اعتماده في المغرب بعد 38 سنة من القطيعة بسبب البلوساريو. الرئيس الجزائري بوتفليقة يغادر البلاد إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبية. ترامب يتهم الصين بالتسلل إلى بريد هيلاري كلينتون الإلكتروني. ألمانيا تندد بمظاهرات اليمين المتطرف بعد مقتل شخص في شرق البلاد. عرس جماعي بمشاركة الآلاف في كوريا الجنوبية. فقدان نحو 30 شخص بعد ارتطام سفينة باليابسة في أستراليا. إجلاء آلاف الزوار من جزيرة تمثال الحرية في نيويورك إثر حريق. الأفاعي السامة تغزو بيوت الناجين من فيضانات الهند. الرئيس عبد الفتاح السيسي من النهاردة الخميس بيجري جولة خارجية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، المفترض أنه بيبدأ الجولة بالفعل بزيارة المملكة البحرينية. هيكون طبعا في لقاء للرئيس مع الملك حمد بن عيسى ملك البحرين، وفي طبعا عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين في البحرين، والجانبين هيعقد جلسة مباحثات لمناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وإزاي ممكن ندعمها، وتشاور طبعا والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية اللي ليها اهتمام مشترك. الحقيقة أنه كمان الرئيس هيتوجه بعد ذلك، بعد هذه الزيارة، بعد زيارته للبحرين، إلى العاصمة الصينية بكين، هيشارك في قمة منتدى الصين أفريقيا، وده بيعد أحد أهم الفعاليات الاقتصادية والسياسية اللي بتعكس الاهتمام الصيني بالقارة الأفريقية،
والحقيقه انه الهدف كمان منها انه يكون في مزيد من تكثيف ودفع العلاقات الصينيه مع الدول الافريقيه. في نفس الزياره دي للرئيس ان شاء الله هيكون فيها في الصين في بكين، طبعا هيبقى في برضه عقد لقمه، لقاء قمه بين الرئيس السيسي والرئيس الصيني، وبحث اوجه التعاون المشترك والشراكات الاستراتيجيه القائمه بين البلدين. هيكون كمان الرئيس وهو في الصين ان شاء الله هيبقى فيه زياره الى الاكاديميه المركزيه للحزب الشيوعي الصيني، ودي بتعد احدى اهم المؤسسات التعليميه في الصين ومسؤوله عن تدريب المسؤولين والقيادات الصينيه. بعد ما الرئيس هيروح الصين ان شاء الله هيتوجه الى العاصمه الاوزبكيه، ودي بتعد على فكره الزياره الرسميه الاولى من نوعها لرئيس مصري الى اوزباكستان. من المقرر انه هيلتقي مع الرئيس الاوزبكي شوكت ميردياييف وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. خلونا ناخد تفاصيل اكتر عن هذه الجوله واهميتها من زميلنا الكاتب الصحفي الاستاذ محسن سميكه، محرر شؤون الرئاسه بالمصري اليوم. يا اهلا بيك استاذ محسن. اهلا بحضرتك استاذ. تحياتي ليك يا فندم. اهلا بحضرتك. اتكلمنا عن هذه الزيارة، الرئيس وصل بالفعل البحرين والمفترض بعدها الصين وبعدها ان شاء الله يختمها في اوزباكستان، ايه اهمية الزيارات دي يا استاذ محسن من وجهة نظرك؟ طيب خلينا بعيد عن الناحية الخبرية، حضرتك استعرضتيها بكامل تفاصيلها. دايما مع كل زيارة لسيادة الرئيس للخارج بيبقى لماذا، يعني لماذا الصين، لماذا اوزباكستان، لماذا؟ عايز بس ارجع بشكل سريع كده بفكر الساده المشاهدين ان كل زياره تقريبا للسيد الرئيس للخارج ما دائما ما ينتج عنها نتائج مثمره بالنسبه للناحيه الاقتصاديه او غيرها من النواحي السياسيه اللي مصر محتاجه تاخد فيها مواقف ثابته وموحده مع مختلف الدول خاصه العربيه والشقيقه منها. احنا بنتكلم ان شاء الله على بعد تقريبا 15 يوم من انعقاد الجمعيه العامه للامم المتحده رقم 73، فيعني يجب ان يكون هناك اتفاق في الرؤى بين مختلف الدول العربيه حيال القضايا الاساسيه والرئيسيه، كما القضايا الفلسطينيه وموقف مصر منها عن ليبيا وما تقوم به مصر من ترتيب في دولة الجوار، عن الأوضاع في سوريا، في اليمن، في مختلف الدول العربية. من هنا كانت هذه الزيارة الهامة القوية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة البحرينية المنامة، يلتقي خلالها الملك حمد بن عيسى بحث مختلف القضايا، ولكن طبعا القضية الفلسطينية حاضرة وبقوة مثلما كل لقاءات الرئيس السيسي مع مختلف الدول أو زعماء الدول العربية بشكل عام. صحيح. لما ذهب الرئيس إلى قبرص عودة لما كنت أتحدث فيه، ظهر بعد يعني أقل من سنة تقريبا من هذه الزيارة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، ومن ثم اكتشاف حقل ظهر واحد من أكبر الحقول على مستوى الشرق الأوسط. حينما زار الرئيس السيسي كوريا واليابان كانت هناك تجربة المدارس اليابانية في مصر، حينما زار الرئيس السيسي السودان مؤخرا وزارها من قبل أكثر من مرة هناك تعاقد على شراء اللحوم وعدد كبير من التفادات لمصر بتدفع مبالغ كبيرة جدا جدا لما بتجيبها من بره. في مختلف الدول الآسيوية والأوروبية والأفريقية هما دائما ما تكون هناك استفادات اقتصادية وسياسية على المدى البعيد. إذا بنتحدث على الصين بشكل عام، مصر بتستهدف لإقامة شراكة أكبر وأوسع تحديدا في معدل الميزان التجاري خلال المرحلة المقبلة. طبعا حجم الاستثمار الصيني في مصر كبير جدا، ولكن بنستهدف انه يكون اكثر واكثر، خاصه بعد ما عزلنا مختلف العقبات اللي كانت بتواجه المستثمرين بشكل عام. يمكن انا تشرفت ان اكون في زياره الصين تقريبا 4 مرات مع السيد الرئيس، دي قد تكون الزياره 5. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمه الصينيه بكين شارك في اكثر من منتدى واكثر من فعاليه في دورته الاولى. كان هناك شكوى متعلقه بعدم توفير مرافق، بعدم اليه لفض المنازعات بين المستثمرين الصينيين والدوله المصريه، وغيرها من الاشكاليات القانونيه اللي البيئه التشريعيه حلت الحقيقه مثل هذا الامر من خلال قانون الاستثمار ولائحته التنفيذيه، من خلال قانون الاستثمار الصناعي اللي بيحدد ماهيه الفرص في مختلف الدول. اذا النهارده لما بنيجي نسوق لمشروعاتنا، بنسوق لبنيتنا التحتيه، الاوضاع اختلفت تماما عن ما كانت في السابق. استاذه منى، كنا دايما نسمع اشكاليات متعاقبه، كان دايما السيد بيدون بنفسه كل النقاط المتعلقه بمشاكل المستثمرين سواء في الصين او في غيرها من الدول. النهارده لا، احنا بنقدر الرئيس بنفسه مسوق جيد جدا جدا للاوضاع في مصر السياسيه والاقتصاديه منها تحديدا، على فكره ما كنا واصبحنا، يعني كنا بنعاني من امور كثيره جدا وتخطيناها الحمد لله، اصبحنا الافضل. فزياره الصين، زياره اوزبكستان، زياره اليمن، زياره البحرين اسف، لديها او لها العديد من المكتسبات السياسيه ولكن الاقتصاديه اكثر فاكثر، وان شاء الله هيكون لها مردود اكبر الفتره لديها فضح للجميع. نامل ذلك، وان شاء الله يبقى في تفاصيل اكثر كمان استاذ محسن نعرفها منك عن نتائج هذه الزيارات.
بس سؤال أخير بخصوص الصين تحديدا، هل يعني من أغلب اللي حضرتك قلته أنه الكلام عن شراكات استراتيجية وفكرة زي ما حضرتك شرحت كده إزالة العقبات ما بين أو أمام المستثمرين في كلا البلدين، هل تعتقد أنه كمان ممكن يكون في مناقشة جوانب سياسية لها علاقة بنقاط قوة في كلا البلدين ومزيد من الاتحاد؟ وانت عارف طبعا أنه العالم الآن بتقوم سياساته بشكل عام على فكرة التكتلات. بكل تأكيد أستاذ أمين، ما يتعلق بالجانب الأول، كنا دائما بنلمح أن الزيارة بتتشكل أبعادها من خلال الوفد المرافق للسيد الرئيس في الزيارة. فإذا نظرنا الوفد المرافق هذه المرة هنجد الوزيرة دكتورة سحر ناصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، هنجد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة. على طول بنتأكد أن طالما في تجارة وصناعة واستثمار إذا الزيارة لها وجه اقتصادي كبير، طبعا بطبيعة المؤتمر أو المنتدى اللي هتشارك فيه مصر، ولكن أيضا من خلال مباحثات جانبية وزي ما بقول لحضرتك تسويق إلى أبعد مدى من خلال الوزيرة الدكتورة سحر ومن خلال المهندس عمرو نصار، وما تم الانتهاء إليه داخل هذين القطاعين وهذين القطاعين من خلال تحديدا الاستثمار والتجارة والصناعة بشكل كبير. ما يتعلق بالناحية السياسية طبعا بكل تأكيد يعني هيكون في طبعا لقاء قمة ثنائية تجمع بين السيسي بنظير الصين، ويمكن دي أو ده اللقاء الرابع يمكن تقريبا على هامش اجتماعات ولقاءات مهمة دائما ما ينتقل الزعيمين، ولكن مصر تحديدا تعرف ما تتفق فيه وما تختلف حوله مع مختلف البلدان بشكل عام، ودائما بنبحث عن نقاط الاتفاق ونقاط الحوار ويقوم بتعزيزها بشكل كبير، متابعين عن كسب كل ما يدور في العالم بشكل كبير. مصر لها دور قوي وواضح ورأي واضح وصريح، خاصة بنؤكد عليه في زي ما بقول لحضرتك في النقاط اللي بنتفق بيها، أكيد نبذ العنف، أكيد رفض الإرهاب، أكيد محاربته بكل أشكاله بكل جذور واحدة بتكون من أهم الملفات على طاولة المباحثات بشكل عام، مكافحة الفقر، مكافحة كل الجهل والمرض اللي هم ثروس الخطر اللي بيولد هجرة غير شرعية كبيرة بتعاني منها سواء دول أوروبا أو دول الغرب أو حتى دول الآسيوية بشكل عام، إن نتيجة الفقر في أفريقيا بيخلف أو بيولد إليهم هجرة غير شرعية، ومن ثم هؤلاء المهجرين بشكل غير شرعي بيشتركوا في جماعات تنظيمية بتقوم بأعمال ترهيبية، أعمال إرهابية. مصر لها دور في معالجة هذا الأمر بشكل كبير، وده يمكن اللي بأكد عليه الرئيس السيسي زي ما بقول لحضرتك دائما بيبحث عن نقاط الاتفاق في الحوار مع مختلف الزعماء ويؤكد عليه. أشكرك جزيل الشكر زميلنا الأستاذ محسن سميكة محرر شؤون الرئاسة بالمصري اليوم. النهاردة الرئيس كمان شهد أداء اللواء شريف سيف الدين حسين اليمين الدستورية رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية. سيادة اللواء شريف سيف الدين حسين من مواليد 63، اتخرج من الكلية الحربية سنة 85 وتدرج في المناصب المختلفة في القوات المسلحة. لديه الحقيقة خبرات متنوعة لأنه كان مؤهل علميا واشتغل فترة طويلة في الوحدات القتالية والإدارية والمالية والتكنولوجية والتخطيط والتفتيش حتى شغل رتبة اللواء، وعين قائدا لقوات حفظ السلام المصرية في جنوب السودان، وكان ملحق وزارة الدفاع بألمانيا، وثم قائدا للمنطقة الجنوبية العسكرية، ثم مديرا لإدارة المشاة. والحقيقة أنه هو كمان حاصل على العديد من المؤهلات العلمية منها بكالوريوس تجارة عين شمس وشعبة إدارة أعمال وماجستير علوم عسكرية من كلية القادة والأركان ودكتوراه الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية ودكتوراه التخطيط الاستراتيجي والأمن القومي من جامعة الدفاع الوطني بالصين. هو كمان حاصل على العديد من الأنواط والأوسمة الرفيعة منها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة وميدالية 25 يناير ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى ونوط الخدمة الممتازة. إذن اللواء شريف سيف الدين حسين رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، وطبعا احنا عارفين انه هذه الهيئة منوطة بشكل رئيسي لكشف الفساد، وتابعنا الحقيقة على مدار الفترة الماضية خبطات وضربات يعني كانت الحقيقة قاضية على الكثير من شبكات الإجرام والرشاوة، وكنا يعني كلنا بنقول انه ما كناش نتخيل انه نسمع عن وزير حالي يتقبض عليه ونسمع عن محافظ حالي يتقبض عليه، ممكن كان سابق، لكن انه حد حالي في منصب كبير ومحصن نفسه ومعتقد انه هو يعني غير قابل للكشف، فدي اعتقد انه هيئة الرقابة الإدارية على مدار الفترة الماضية
كان ليها الحقيقة يعني متابعات كثيرة جدا وقضايا كثيرة جدا كشفت فيها عدد كبير من القضايا المتعلقة بالفساد، وده يعني أكيد بيرجع إلى يعني همة كل من يعمل في هذه الهيئة الموقرة. تمنياتنا إن شاء الله لسيادة اللواء بالتوفيق والنجاح، وكل أيضا الشكر والعرفان لسيادة اللواء محمد عرفان على أدائه ودوره بشكل راقي وممتاز جدا خلال الفترة الماضية. كان في خبر حلو سمعناه في أجازة العيد واحنا كنا اجازه فمش عارفين نقول لحضراتكم الخبر، فقلنا النهارده لازم نقوله. الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي في شمال سيناء التابعه لقطاع الشيخ زويد اعلنت انها بتشغل 3 ابار حكوميه في مدينه الشيخ زويد عشان توفر المياه للمواطنين، واحنا عارفين انه كان من ضمن المشاكل اللي عند اهالينا هناك في هذه المناطق فكره الميه. كان في كمان النائب ابراهيم ابو شعيره وهو عضو البرلمان عن دايره الشيخ زويد ورفح، قال انه خلال الاجازه في عيد الاضحى المبارك تم بالفعل تشغيل 3 ابار حكوميه تابعه لمرفق مياه الشيخ زويد، وفي احياء ابو مسيفر والسنجره وابو طويله في مدينه الشيخ زويد. وقال كمان انه اتقدم بالفعل بطلب للواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء يعني ممكن نقول سابقا لحفر 7 ابار حكوميه اخرى في عدد من المناطق لتوفير المياه للمواطنين، ووجه الشكر للمسؤولين عن قطاع المياه بالشيخ زويد. والله خبر هايل لأهالينا هناك. عندنا خبر كمان مهم جدا لكل المهتمين به أو المتابعين للشأن الاقتصادي في مصر، خبرين الحقيقة. خلينا نبدأ الأول بالخبر الأكثر إيجابية، لأنه احنا عارفين كلنا أنه تحويلات المصريين في الخارج هي بتعد أحد أهم مصادر الدخل لمصر. فيعني أنت عندك قناة السويس، وعندك طبعا الجمارك والضرائب، وعندك الواردات، وعندك تحويلات المصريين في الخارج والسياحة طبعا وتحويلات المصريين في الخارج. عارفين أنه كان بقالنا فترة الحقيقة شوية كان في يعني تراجع، كان في فترة كان فيها تراجع كبير من حوالي 3-4 سنين في إيرادات تحويلات المصريين من الخارج، لكن البنك المركزي المصري النهاردة الخميس أعلن أنه إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بمعدل 21.1%، وأنها بالرقم ده بتسجل أو بالنسبة دي بتسجل مستوى قياسي غير مسبوق. بنتكلم على 26.5 يعني 26.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2017-2018. طيب دايما بقول لحضراتكم لما بنقارن رقم بنقارن نفس الفترة الزمنية السنة دي مع السنة اللي قبلها. نفس الفترة الزمنية دي كانت كام؟ كانت 21.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة اللي بتسبق 2017-2018، يعني بنتكلم على فرق الزيادة حوالي 4.6 مليار دولار. ده خبر الحقيقة مهم جدا. كمان المتابعين للشأن الاقتصادي، ودي خطوة الحقيقة هامة جدا وإيجابية، وبنشوف إنها بتدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مستثمر سواء المصري أو الأجنبي. وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية رفعت النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية بعد ما كانت هي تكلت الأول فترة سلبية ثم مستقرة، لا هي رفعتها الحقيقة إلى إيجابية وخفضت نفس الوكالة التصنيف الائتماني لـ20 مؤسسة مالية تركية. وإحنا عارفين الأزمة المالية الموجودة هناك، إحنا مش بنعمل مقارنة، ولكن هو تقرير شامل جاءت به وكالة موديز وكلمت فيه عن أبرز التصنيفات الائتمانية، فكلمت أنه مصر تم بالفعل تصنيفها إيجابي أو بوزيتيف عند تصنيف أعتقد أنه يعني اتثبت عند B3، ودي درجة من يعني بتدخل تحت نطاق الدرجات البوزيتيف أو اللي هي الإيجابية. بنتكلم على تغيير النظرة المستقبلية لإيجابيا، ده طبعا حسب ما قالت يعني الوكالة انه ده بيرجع لاستمرار التحسن الهيكلي في الأوضاع المالية العامة للبلاد وبيئة الأعمال. عايزين نعرف يعني ايه الكلام ده بشكل عملي عشان نبقى فاهمين لما نقول انه احدى اهم وكالات التصنيفات الائتمانيه في العالم بترفع المستوى الائتماني لمصر، ولما نقول ان ده دعم لثقه المستثمرين في الاقتصاد المصري نبقى فاهمين بس الكلام ده مبني على اساس ايه. خلينا ناخد هاتفيا الاستاذ محمد ابو باشا الخبير الاقتصادي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا فندم. اهلا وسهلا. أنا عندي تصنيف وكالة موديز للتصنيف الائتماني ليها اللي هي رفعت النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية،
وعندي كمان بلومبرج الحقيقة مطلعها أرتكل أو مقالة قايلة فيها أنه فكرة أن موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر دي شهادة نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. تحليل حضرتك إيه يا فندم لتقرير موديز ثم لتعقيب بلومبرج على هذا القرار؟ طبعا زي ما حضرتك ذكرتي هو احنا شايفين تغير في النظرة المستقبلية بالنسبة لموديز للاقتصاد المصري، طبعا بيعكس النجاحات اللي حصلت في إعادة الاستقرار الاقتصادي. احنا شفنا طبعا انخفاض كبير ابتدى يحصل في عجز الموازنة، انخفاض في الحساب الجاري بالنسبة للتعاملات الخارجية، في ارتفاع في الاحتياطي، التضخم طبعا بعد ما كان السنة اللي فاتت نتيجة بعض الاصلاحات مستقرة شوية، فبالتالي جميع المؤشرات الاقتصادية بتبدأ انها تخش في مرحلة الاستقرار، وطبعا ده اللي بيخلي ان يبقى فيه تقارير ايجابية من المؤسسات الدولية. ويمكن هي حتى موديز تكون متأخرة شوية، لأن شفنا مؤسسة زي مؤسسة فيتش وهي يعني ناحية الكريديتي ما تقلش عن موديز خالص، اوريدي رفعت التصنيف الائتماني حتى مش بس النظرة المستقبلية لمصر. طب انا عندي هنا سؤال يا فندم، لما انا اقرا، انا حد مش متخصص اقتصاد واقرا انه يعني وكاله باهميه موديز بتشرح اللي احنا بنقوله ده وتقول انه السبب في ان احنا رفعنا النظره المستقبليه لمصر والتصنيف الائتماني كمان زي ما حضرتك ذكرت، ده بيرجع للتحسن الهيكلي في الاوضاع الماليه العامه وبيئه الاعمال. يعني انا افهم من كده ايه؟ وهل موضوع بيئه الاعمال ده ليه علاقه بقانون الاستثمار؟ هل ليه علاقه بقوانين التراخيص الصناعيه وقانون الافلاس واللي هي كل القوانين حزمه القوانين كده اللي ناقشها واصدرها البرلمان فبدات تيسر شويه فكره الاستثمار والاعمال، ام بتعود لايه يا فندم؟ طبعا هو زي ما حضرتك ذكرتي بالنسبه للنقطه الاخيره، هو تحسن بيئه الاعمال طبعا مرتبط طبعا حاجتين رئيسيتين، الحاجه الاولانيه هي لا انا بعتذر يا فندم الصوت عند حضرتك مش واضح، ممكن بس تقف في مكان اوضح شويه؟ طيب بعتذر بس الصوت مش واضح، لكن عموما يعني هو قال على السؤال اللي انا قلته. فانا كان سؤالي ببساطه شديده انه اصل فكره تحسن بيئه الاعمال دي المواطن ممكن مش بسهوله يحسها دلوقتي، بس هي فكره انه انت بتتكلم على منظومه كامله على بعضها. يعني احنا كان عندنا مشكله في دلوقتي بقى عندنا مركز خدمه المستثمرين، واعتقد انه في عدد كبير من المواطنين راحوا يتعاملوا معاه بشكل مباشر، ففكره انك تخلص حاجات كتيره قوي كنت محتاج كذا شهر، بقيت دلوقتي عشان تخلصها او تنجزها بقيت دلوقتي تقدر تعملها في كام يوم في مركز واحد. يعني في حاجات بدات لما بدانا في مصر نشتغل عليها جامد هي في النهايه بدورها حسنت بيئه العمل اللي بنتكلم عليها. انا عارفه طبعا انه حد ممكن يقول لك الاوضاع الماليه العامه للبلاد ازاي، طب احنا ما زال عندنا التضخم، احنا لا بس احنا برضو عندنا انخفاض في معدلات التضخم وما حصلش تاني زياده من ساعه اخر معدل للتضخم نزل من حوالي 3 4 اسابيع ما حصلش تاني زياده فيه. فهنا هي مجموعه من الاجراءات، وعايزه بس ارجع سريعا لبلومبرج لان هي كانت قايله على الويب سايت بتاعها انه مؤسسه التصنيف الائتماني الدوليه اللي هي موديز ابقت على تقييم مصر على المدى الطويل عند مستوى بي 3 ورفعت النظره المستقبليه للاقتصاد المصري من ستيبل لبوزيتيف او من مستقر الى ايجابي، وانها قالت انه التوقعات الايجابيه دي بتشير للاقتصاد المصري انه في تخفيض، قولها ان التوقعات الايجابيه تشير للاقتصاد المصري انه في تخفيض للتصنيف الائتماني غير محتمل للغايه، يعني انه فكره انه يحصل تاني خفض في تصنيفنا الائتماني ده امر مش وارد بحسب ما جاء في بلومبرج كتعليق على المقاله او عفوا ما اصدرته وكاله موديز. في عدد من المعدات والقوات الامريكيه وصلت لاحدى القواعد الجويه المصريه في تدريبات النجم الساطع 2018 او اللي هي معروفه باسم برايت ستار،
دي من المقرر انها هتتنفذ في الفتره ما بين 20 من 8 ل 20 سبتمبر 2018 في قاعده محمد نجيب العسكريه ومناطق التدريبات البحريه المشتركه في نطاق البحر الابيض المتوسط. حيث فيه في التدريب ده عناصر من القوات البريه والبحريه والجويه والقوات الخاصه لمصر والامريكا واليونان والاردن وبريطانيا والسعوديه والامارات وايطاليا وفرنسا. والدعوه كمان وجهت لعده دول المشاركه بصفه مراقب في هذا التدريب من بينها لبنان، رواندا، العراق، باكستان، الهند، كينيا، تنزانيا، اوغندا، الكونغو، تشاد، جيبوتي، مالي، جنوب افريقيا، النيجر والسنغال وكندا. والتدريبات البرايت ستار بتهدف طبعا لتبادل خبرات وتنسيق العمل بين القوات المشتركه من الدول الشقيقه والصديقه. خطط التدريب بقى بيبقى فيها طبعا محاضرات نظرية، فيها تدريبات عملية لقوات الدول المشتركة، فيها تنفيذ لمشروع مراكز قيادة مشترك، بيبقى فيه إجراءات تحضير وتنظيم للمعركة، إزاي نعمل أعمال قيادة، إزاي نعمل سيطرة، مكافحة أسلحة الدمار الشامل، إزاي نتبادل المعلومات، إزاي نتدرب على أعمال القتال في المدن، إزاي نقضي على البؤر الإرهابية. كل دي بتبقى في إطار خطة التدريبات المشتركة. وزارة الداخلية بتنفذ مبادرة هي اسمها مبادرة كلنا واحد، والمبادرة دي لتوفير المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار إلى درجة كبيرة جدا بتعتبر مخفضة عن نفس السلعة دي اللي موجودة بره. وده يمكن الرئيس هو الحقيقة اللي كان مشدد على الموضوع ده، انه يبقى فيه برضو شق خدمي لوزارة الداخلية والعدد كبير يعني من الوزارات. بنتكلم على توفير زي مدرسي، مستلزمات مدرسية في كل محافظات الجمهورية، وعشان نبيع الزي المدرسي والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للقضاء على جشع التجار وغلاء الأسعار. دي يمكن صور من هذه المستلزمات اللي هتكون موجودة، وهنشوفها أعتقد موجودة يعني في عدد من المناطق، وهتكون موجودة في محافظات الجمهورية، مبادرة كلنا واحد. فدي يمكن حاجة تبقى إيجابية شوية، عشان بس الناس من دلوقتي أو من فترة يعني، بس اليومين دول بالذات بعد أجازة العيد الناس قلقانة جدا من دخول المدارس. كلمة باك تو سكول دي بتشكل عبء عند الأهالي جدا، لأنه معناها باك تو ماني، باك تو مصاريف كتيرة جدا الحقيقة. وكل حاجة بقت غالية، زي مدرسي بقى غالي، جزم المدرسة بقت غالية جدا، شنطة المدرسة أصلا بقت بكام دلوقتي، حتى الشنط البسيطة قوي. فأعتقد أنه فكرة أن يبقى فيه مبادرات فيها توفير للسلع الأساسية والمستلزمات المهمة دي بأسعار أقل من برة، أنا بعتقد أن هي مفيدة جدا. النهاردة القيادي اليساري حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع ورئيس مؤسسة خالد محي الدين الثقافية في مستشفى القوات المسلحة في المعادي، توفي إلى رحمة الله. وده حسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لحزب التجمع على صفحتها على فيسبوك. وقالت كمان الصفحة أنه حيتم نشر موعد الجنازة والعزاء فور تحديدهما. حين الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أمر خلال الفترة الماضية بعلاج القيادي اليساري حسين عبد الرازق على نفقة الدولة بمستشفى القوات المسلحة. رحم الله القيادي حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع. احنا عارفين طبعا، وكنا يعني عندنا امل كبير ان احنا نبارك لمو صلاح، ولو انه مو صلاح او المدعو صلاح مش محتاج يعني ان احنا يعني مش محتاج ان هو ياخد جايزة عشان نقول له احنا قد ايه بنحبك وقد ايه بنحترمك وقد ايه بندعمك وقد ايه شعب مصر بجد بيحبك وبيحترمك جدا. لكن برضو كان نفسنا انه يبقى في جايزة تانية، ولو انه كانت هتبقى جايزة يعني بالنسبة لنا كمصريين تحصيل حاصل، لانه محمد صلاح هو في قلوبنا بالفعل، في قلوبنا بأخلاقه، بشخصيته، بلعبه، بمجهوده، باحترامه لعيلته، بحبه لوطنه، ووقوفه جنب وطنه في حاجات كتيرة جدا الحقيقة حتى بدون ما يطلب منه. فطبعا احنا عارفين انه كان في جايزة فاز بيها خلاص بالفعل من ساعات قليلة، الكرواتي لوكا مودريتش، جايزة أفضل لاعب في أوروبا النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا. ده كان على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي كرة القدم يويفا، دي مقامة حاليا في إمارة موناكو في فرنسا.
كانوا في ثلاثة متنافسين، كان عندي محمد صلاح نجم ليفربول المصري الانجليزي اللي في قلوب كل مصريين الحقيقة، وكان عندي كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش، الثلاثة كانوا بيتنافسوا على الفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2017-2018. كان آخر اللي توج بلقب النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا كان نادي ريال مدريد، ده كان بعد ما فاز على ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح بنتيجة 3-1. دي كانت المباراة النهائية اللي جمعتهم مع بعض في كييف الأوكرانية في 26 مايو الماضي. إذن فاز الكرواتي بالفعل لوكا مودريتش على هذه الجائزة، ومبروك لي. ومرة تانية بالنسبة لنا كمصريين مش محتاجين محمد صلاح ياخد جوائز تانية كتير، وبالتالي يعني مبروك لمحمد صلاح. فكرة أصلا أن هو يصل إلى هذه المنافسة ده في حد ذاته شيء مشرف، وعلى فكرة هو أول مصري وأول إفريقي، أول عربي مش أول مصري، أول عربي وأول إفريقي يصل إلى تصفيات هذه الجائزة. عايز أتكلم مع حضراتكم عن حاجة مهمة جدا، كانت حاجة بقالها فترة من سنوات بدأنا شوية ننساها لكن واضح أن هي راجعة بقوة، العدسات اللاصقة الكونتاكت لانسز. دلوقتي في محلات كتير رجعت تاني، وحتى محلات يعني هي محلات هدايا، انا بقول لزمايلي النهارده ناقص ندخل نلاقيها في السوبر ماركت، لا رقابه ولا 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 تفتيش عليها ولا بتاخد موافقه. ومش بس كده، هم بياخدوا، انا زمايلي حتى بيقولوا لي على اسامي ماركات يعني معروفه في العدسات اللاصقه، بياخدوا الاسم ويغشوا العلبه ويقلدوه، وبتتباع طبعا بارقام ضئيله جدا. دي طبعا كارثة. الصور اللي بنشوفها دلوقتي دي صور يعني جديدة تم تصويرها أو فيديو جديد تم تصويره، دي ده شكل من أشكال العدسات اللاصقة اللي ده في منتهى الخطورة. البنت أو السيدة بتدخل بتشتريها تقول أصلا عندي مناسبة، أنا عندي فرح، أنا عندي حفلة، معلش عايز ألبسها يومين وأنا بقابل خطيبي. فدي منتهى الخطورة، دي بتؤدي لقرح في العين، ممكن تصل لخراج بعدها، ممكن تصل لمشاكل في القرنية، قد تنتهي في النهاية إلى ضرورة زرع قرنية جديدة. هذا الموضوع جد جدا، نتمنى يكون في رقابة. بس خلونا ناخد هاتفيا الأستاذ الدكتور حازم ياسين، أستاذ طب وجراحة العيون بالقصر العيني. يا أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا زميلنا، ازي حضرتك؟ أهلا بيك، وأنا بشكر حضرتك اهتمامك أنك توضح أهمية وضرر هذه العدسات اللاصقة. حضرتك بتجيلك حالات كتيرة جدا للأسف واصلة لمرحلة صعبة جدا، جزء منها أو سبب منها استخدام هذه العدسات. السيدة أو الفتاة اللي بتعتقد يا فندم أنه ممكن تلبس العدسات دي يومين ثلاثة ولا أسبوع ولا مرتين ثلاثة وترميها بعد كده، وأنه مش معقولة يعني من لبستين ثلاثة ممكن تعمل ضرر، هل هذا التفكير صحيح علميا، ولا حضرتك من وجهة نظرك وخبرتك طبعا الطويلة شايف حاجة تانية؟ والله حضرتك يعني انا عايز اقول لحضرتك النهارده كان اصغر ضحيه عندي عن بنت عندها 13 سنه، 13 سنه وعندها قرحه في عينيها، قرحه صديديه او فيروسيه او فطريه لسه مش عارفين بسبب ارتداء هذه العدسات. والمشكله انه يعني ما فيش اي نوع من انواع الرقابه، احنا مش عارفين نشتكي لمين، جهاز حمايه المستهلك ولا وزاره الصحه؟ ما هي وزاره الصحه بتروح ملهاش الحق على انها تفتش على محلات الهدايا دي. جهاز حمايه المستهلك يبتدي يتحرك لما يبقى فيه شكوى من مرضى، انما العدسات دي بتباع كده في محلات الهدايا بغض النظر عن اسمائها، اللي هي محلات بيبقى عندها سعر موحد لكل البضائع اللي موجوده عندها، هدايا على ميك اب، على اقلام مكتب، على عدسات لاصقه، ومحدش بيبقى عارف يعني هل القرنيه دي ينفع نلبس لها عدسه لاصقه، هل القرنيه دي هل في العين فيها مثلا تلوث قبل ما نلبس العدسه اللاصقه، هل بيمرنوهم على لبس العدسه اللاصقه؟ طبعا ناهيك على انه ما فيش مثلا لا تاريخ انتهاء صلاحيه ولا معلومه المصدر ولا الهويه، عدسات مهربه بتيجي منين محدش عارف، ازاي تم تعليمها او ازاي اتحطت في العبوه اللي موجوده فيها ولا حد عارف. وللأسف الشديد الضحايا بتيجي في عمر الظهور، والأخطر من ده كمان إنه بقى في عدسات لاصقة ملونة بتتأجر بالمناسبة في
في محلات الكوافيرات ومحلات الزينه. لا يا دكتور تتأجر يعني اروح البسها وارجعها المحل وواحده تانية تروح تاخدها تلبسها؟ اه موجوده في كوبايات، موجوده في كوبايات على الرف كده قدام المرايه، بحيث انه يعني لو انا لابسه النهارده مثلا بليزر اخضر البس عدسات خضراء، حاطه سكارف ازرق احط عدسات زرقاء. انت حضرتك مثلا رايحه حد رايح يعمل شعره او يحط ميك اب او كلام زي كده، يلاقي العدسات موجوده في كوبايات صغيره، تقول له مثلا عندي مناسبه، فيقول لها انا هاجر لك العدسه اللاصقه دي للمناسبه دي، مثلا عندها خطوبه او عيد ميلاد الى اخره، تلبس العدسه اللاصقه مكان زبونه اخرى وتروح تعمل المناسبه بتاعتها وترجع ترجع العدسه مره اخرى. ويقول لها معلش انا هنحط قطره من القطرات الشهيره اللي هي بتبيض العين، كل الشعب المصري عارفها، مش عايز اقول الاسم التجاري يعني، لكن يقول لها معلش هنحط القطره ديت عشان تبيض العين وتخليها كده يعني تجلي العين. حاجه في منتهى الخطوره. انا مش عارف يعني الانفلات، يعني ممكن يكون انفلات مروري، انفلات يعني، انما انفلات في صحه المواطن اللي يؤدي الى ان احنا نعمل يعني مشكله يعني شابات في عمر الظهور وينتهي الموضوع ان احنا محتاجين نغير قرنيه، الحقيقه يعني نوع من انواع العبث اللي عمال بيحصل في المجتمع المصري يعني. طيب دكتور حازم، يعني طبيب زي حضرتك وجراح عيون ويعني عندك خبره طويله دكتور في هذا المجال، واسم حضرتك معروف في الوطن العربي مش في مصر بس، لما يجي لك حد يقول لك انا عندي مشكله في القرنيه او انا عندي مشكله في عينيا، هو مبقاش عارف انا عندي مشكله في عينيا، يعني انا عايز اعرف بس المراحل اللي ممكن تعدي بيها اي فتاه او سيده هي استخدمت هذه العدسات زي ما حضرتك بتقول في الكوافير، قاعده فتعرض عليها خذي اجريها في المشوار بتاعك ولا المناسبه بتاعتك دي ورجعيها، او اللي هي بتتباع في محلات الهدايا كده على الرف. انا عايز اعرف بس احنا ازاي نقدر نفهمهم قد ايه خطوره هذا الموضوع. واحنا على فكره كمساء دريم احنا هنتابع ان شاء الله باذن الله مع جهاز حمايه المستهلك وهنشوف الموضوع ده، لانه انا اهتميت جدا باللي حضرتك كتبته والرساله العامه اللي حضرتك وجهتها، لانك في النهايه مع انه حضرتك يعني طبيب ممكن يبقى حد تاني مثلا دكتور يقول طب والله ده زباين بتجيلي كتير يعني، بس حضرتك طبعا من باب الضمير وعملك واخلاصك للعمل، لا انت شايف انه ده مش بس خطر، ده ممكن يؤدي لمشاكل حقيقيه في العين زي ما حضرتك شرحت. فتقول ايه دلوقتي يا دكتور لاي حد بيسمعنا رايحه كوافير، رايحه محل هدايا، فكره انها بتسترخص فبتجيب عايزه النهارده عينيا لونها ازرق، عايزه بكره عليا لونها اخضر، توجه لها رساله يا دكتور تقول لها ايه من فضلك؟ بص حضرتك، في شروط معينه واجب توفرها لاي حد هيرتدي عدسات لاصقه. نمره واحد، ان ما يكونش فيه اي نوع من انواع التلوث موجود في العين، دي نمره واحد. نمره اثنين، العدسه دي هي عدسه مقوسه، يعني ليها كيرف او ليها تحدب، والقرنيه كمان ليها كيرف او ليها تحدب، لابد انه اللي بيقوم بوصف العدسه اللاصقه يقيس تحدب القرنيه ويقيس تحدب العدسه اللاصقه. كمان لما العدسه اللاصقه تتحط للمريض لابد ان احنا نشوف انه العدسه بتتحرك بصوره طبيعيه مع رمشه الجفن، يعني البني ادم بيرمش تقريبا حوالي 16 مره في الدقيقه، وكل مره العدسه فيها بتتحرك حركه بسيطه جدا. لا ينفع ان العدسه تكون بتتحرك حركه كبيره بالرمشه الجفن ولا تكون العدسه ما بتتحركش خالص. لابد من الاطمئنان مثلا ان القرنيه ما فيهاش اي نوع من انواع الخدشات او اي نوع من انواع السحابات، لان دوت ممكن يؤدي الى حدوث مشاكل. المشكله انه الشخص القادر على وصف العدسات اللاصقه لابد ان يكون طبيب عيون، مش بالضروره يكون جراح، يعني زمان كان كل جراحين العيون بيشتغلوا بصفر العدسات اللاصقه، لغايه ما بقت في اصبحت عدسات او مراكز عدسات مصرح لها بيع العدسات اللاصقه، ودي بيبقى فيها دكاتره مبتدئين او شبان صغيرين او دكاتره ما بيشتغلوش جراحه، وبالتالي لهم القدره على فحص العين والتاكد من سلامه انسجه العين كلها، بحيث ان هم يقدروا يوصفوا للمريض او للشخص اللي عايز يلبس العدسه اللاصقه ازاي يقدر يتمرن على لبسها وقلعها. يعني برضو كمان من ضمن المشاكل انه طريقه ارتداء العدسه اللاصقه او طريقه خلع العدسه اللاصقه لابد من التمرين عليها عشان ما يحصلش اي نوع من انواع الخدوش على سطح القرنيه اللي تؤدي الى انه تبقى القرنيه عرضه لحدوث تلوث فيها. وطبعا احنا عندنا جو
في شوية تلوث نتيجة البكتيريا فيروسات أو فطريات إلى آخره، فلابد من أنه يبقى في شخص هو اللي مسؤول عن أنه يشوف العين دي مناسبة لارتداء القرنية لارتداء العدسة ولا لا، وكمان لو حصلت مشكلة لابد من قلع العدسة اللاصقة مباشرة والتوجه للطبيب في أقرب فرصة عشان نقدر نعالج المشكلة. لكن طبعا الفتيات الصغيرات بيبقى عندهم نوع من أنواع الاستسهال، يقول لها معلش عينك حساسة شوية للعدسة استحمليها، هنحط لك قطرة بيض العين، فكل دوت أعراض بتقول إنه العين بتئن من لبس العدسة اللاصقة غير المناسبة أو الملوثة، بس الشخص عمال يعني بيحاول يكابر وبيحاول يجي على نفسه على صحة عينه. انا بشكرك جزيل الشكر. حضرتك لسه قايل في بدايه المكالمه النهارده لسه بنوته عندها 13 سنه جايه بسبب نفس المشكله دي، فيعني دي مش 13 سنه دي بقى، يبقى انا مش هحاسبها هي، انا هحاسب اهلها. يعني هقول لهم حضراتكم ازاي يعني تسمحوا للبنت انها تاخد عدسات لاصقه تحطها في عينيها، لا دكتور اللي قايلها عليها ولا شافها ولا عمل لها زي ما حضرتك طبعا قلت بقى الاجراءات كلها قياس قرنيه ولا الكلام ده كله. بشكرك جزيل الشكر الاستاذ الدكتور حازم ياسين استاذ طب وجراحه العيون بالقصر العيني، بشكر حضرتك جزيل الشكر انك اهتميت جدا انك تبعت الرساله دي واهتميت انك توعي الفتيات والسيدات. دي يا جماعه مش هزار، دي العين دي ما فيهاش هزار، يعني في حاجات ممكن نهزر شويه فيها، العين ما ينفعش تهزري فيها، وما ينفعش عشان تتبسطي انك تغيري شكلك النهارده ولا تبقي حاطه كونتاكت لانسز على لون الفستان اللي انت لابساه ولا عشان عندك مناسبه ولا خارجه مع خطيبك تخاطري بعينك. ولو فاكره انه هي مش من مره ممكن تعمل مشكله، لا حقيقي من مره لو انت مش عارفه تركبيها ازاي او العدسه دي اصلا مضروبه من الاخر وما هياش ماركه وما هياش حاجه وبتتباع كده، كوافير اللي بيبيع وبيأجر عدسات لاصقه دي كمان حاجه غريبه جدا الصراحه. واحنا ان شاء الله هنتابع مع جهاز حمايه المستهلك وهنشوف المشكله دي ازاي نقدر نتكلم عليها. وانا عارفه انه يعني في حالات معينه وفي عندنا اسامي بعض المحلات اللي بتبيع العدسات اللاصقه دي، احنا ان شاء الله هنبلغ بيها جهاز حمايه المستهلك. عايز اخد حضراتكم لمجموعه او لمجموعه من التقارير، عايزه ابداها بس بنداء او استغاثه بيقدموها مجموعه من عمال اللي بيعملوا يعني بيشتغلوا في تبع الاوقاف في اسكندريه. ايه مشكلتهم الاساسيه؟ واحنا هنسمعها في التقرير. هم عندهم مشكله انه التثبيت في مشكله، بقى لهم سنوات بيشتغلوا هناك، اداره الاوقاف اللي هم بيتباعوا ليها في اسكندريه اكتر من مره بحسب كلامهم وعادتهم ان هم هيتثبتوا، وكل سنه بتعدي وما بيحصلش تثبيت، وعدوهم بالتثبيت في شهر 7 فيجي شهر 7 ويعدي، والكلام ده بقاله كذا سنه. في طبعا من العمال دول يعني اللي شغال بقاله 10 سنين، وفيهم ناس اكتر، قابلنا ناس اكتر كمان من 10 سنين وفيهم الاقل، بس الجميع اتفاجئ الحقيقه بشرط الى حد كبير جدا استغربنا له، انه البعض منهم بيقول انه اتقال لهم عشان نثبتك لازم تروح الشهر العقاري وتكتب اقرار وتوثقه بالتنازل عن مده عملك السابقه. هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ هل الكلام ده قانوني ولا لا؟ تعالوا الاول نشوف مع بعض الاستغاثه اللي بيقدمها بعض المواطنين، عدد الحقيقه كبير مش قليل من المواطنين اللي بيعملوا في وزاره الاوقاف في اسكندريه، حتى ان بعضهم تم الاستغناء عنه بالفعل. وبعضهم وافق انه يعمل كده لانه مضطر وراح وكتب الاقرار. تعالوا نسمع صوتهم وبعدها نرجع نشوف مدى دقه وقانونيه هذا الوضع بعد ما نشوف تقريرنا اللي زميلنا عبد الله منتصر عنده لينا. اشتغلنا 7 سنين، ففي خلال 7 سنين ما ظهر لناش اي قرار تعيين. وده النظام ده ماشي على الجميع؟ ماشي على الكل، مع اننا ما بناخدوش لا حوافز ولا بدلات ولا اي كلام من دي، هم 750 جنيه فقط لا غير. مشكلتنا بالنسبه للموظف الاوقاف ان احنا شغالين من 2008 وكنا مسابقه، ورحنا عشان المسابقة عدت كانت في 2008 شهر 6. بعد 7 سنين لما قعدنا نترددوا على الإدارة وعلى المديرية قالوا لنا هنعينوكم بس تقبلوا تعيين جديد وتستنزلوا عن المدة اللي عدت.
قال لك لازم تجددوا الورق دوت عشان تتعينوا تعيين حديث. رحنا اتنزلنا في الشهر العقاري عن المدة اللي هي 10 سنين اتنزلت عنها، وقدمت ورحت حللت في مستشفى الدعاء في القاهرة، وجهزت ورقة فيشو تشبيه حديث وورقه كلها سليمة، ولغيت وقتنا هذا ما تعناش. كان عندنا شخص هي شغال في لوجاو، زميل ليكم، زميل لينا يعني، اتوفى، جيم اهله راح يعملوا له مستحق يعني ايه معاشات وكلام من ديت، ما لقوش ليه مستحقات في وزاره الاوقاف خالص، وقال الراجل ديت ده كان بيقبض اجر مقابل عمل وما لهاش مستحقات عندنا. واشتغل قد ايه المده اللي اشتغلها قبل الوفاه؟ اشتغلها يجي 10 سنين. اشتغلت 10 سنين في اسكندريه، وقال لك ايه في تحويل للمحافظات، رحت القاهره حولوني ايه حولوني على بورسعيد، اشتغلت 6 شهور في بورسعيد وطلعوا قرار فاصل عشان نجيب شهاده نحميه، قبل ما رحت اجيبها وديتها قال لك ايه ده انت طلع قرار فاصل، قال لك تمضي اقرار انك مالكش اي مستحقات عندنا خالص نهائيا، ما مضناش الاقرار دي، في ناس مضت وفي ناس ما مضتش، هنمضي ازاي ان انا ماليش اي مستحقات خالص في شارع عقاري؟ ما ينفعش. وايه اللي حصل لما رضيتش تمضي؟ طلعنا وقاعدين على مين يوميها على كده. خلونا ناخد هاتفيا للتعليق على هذا التقرير وعلى كلام السادة المواطنين دول، الدكتور جابر طايع المتحدث باسم وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الديني. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا أستاذة منا والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، أنا عارفة أن حضرتك تابعت معنا هذا التقرير، وافق أنه حضرتكم على علم بمشكلة هؤلاء العمال، فأنا عايز أعرف يا فندم كيف تنظر ويعني وزارة الأوقاف إلى أوضاع هؤلاء العمال، قبل ما أسأل على موضوع أن هم تقلهم امضوا على تقرير في الشهر العقاري بالتنازل عن المدة السابقة. والله يا أستاذة منا هذا كان نزيف في وزارة الأوقاف من عمالة وهمية وتسلل عن طريق العمالة الوهمية وعن طريق ضعاف النفوس الذين كانوا يتاجرون في أرزاق الناس، وهؤلاء العمال يعني مساكين وغلابة، ومنهم اللي باع ما يملك عشان يحصل على وظيفة، ومنهم من كان ولكن تعرضوا لقصة يعني نصب واحتيال من أفراد خارج الأوقاف، وقد يكون لا أجزم بذلك معاونة من صغار موظفين كانوا في الأوقاف، لكن الأوقاف بعد 30/6/2013 الحمد لله استفاقت من هذه القطوة، من هذا المرض المزمن العضال الذي كان عبارة عن عمال يضموا إلى المساجد، تبنى مساجد وهمية لا علاقة لها كمساجد، ولكن يضموا عن طريق عامل مسجد. يعني مثلا لو أنت نظرت لمسجد الفتح في رمسيس له باب على شارع الجمهورية وباب آخر على شارع ما عرفش الشارع الثاني اسمه ايه، مرة يضم بثلاث عمال في اسم مسجد كذا على شارع الجمهورية، ومرة يضم باسم مسجد كذا وعليه ثلاث عمال بشارع اخر، هو المسجد واحد. كانت هذه يعني الحقيقة سيل عرم من الفساد اغلق في عهد معالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة بقرار جريء، وهو عدم ضم المساجد بالعمالة. طيب. كانت أناس هناك بعض الناس مش مضمومة إلى الأوقاف، ولذلك هو أحد في التقرير بيقول لك إيه اشتغلنا 10 سنين وما لناش قرار تعيين، فكيف واحد يشتغل من غير قرار تعيين؟ هذه القرارات اللي بتعرض فيها سياستك كلها قرارات ما هم وهمية مسحوبة على سكانر أحيانا يعني واخد أرقام أخطاء لكن ليست لها علاقة. والموضوع أي دكتور أي أنا مع حضرتك يا دكتور جابر، بس هم برضو ذنبهم إيه يعني بافتراض إن هم اتضحك عليهم وأخذوا قرارات وهمية، هم ذنبهم إيه يا فندم؟ نعم يا فندم نعم. هم النهاية هل العامل ده فعلا اشتغل عدد سنوات معينة ولا لا؟ لا يا فندم. اشتغل فين يا فندم؟ اشتغل في الأوقاف؟ لا لا لا، هؤلاء موضوعهم في النيابة الآن، إذا ما حكمت النيابة لهم على العين والرأس يأتي بالحكم القضائي ننفذه ونحترم أحكام القضاء كاملة، وبعض قضايا ومعظمهم رفعوا قضايا على وزارة الأوقاف ورفضت هذه القضايا، لكن ما زال هناك قضايا أمام النيابة، بتنظر أمام النيابة العامة؟ تنظر يا فندم عندما يأتي بحكم
نحمله فوق الأعناق وفوق طيب رؤوسنا. سؤال تاني يا دكتور جابر، وأنا أعلم أنه حضرتك دقيق في إجاباتك دائما، يعني ما صحة ما قيل من بعض هؤلاء المواطنين حتى في التقرير حضرتك سمعته أنه اتقال لهم عايز تتثبت تروح الشهر العقاري تكتب تقرير هناك أو إقرار أنه أنت متنازل عن مدة العمل السابقة؟ في أعقاب 2011 في ثورة 25 يناير فندم كان في انفلات أمني وكان في انفلات في المؤسسات الدولة. صحيح. كانت الناس تتظاهر في دواوين الوزارة والمديريات الإقليمية، وكانت كلها حلول ومسكنات، الناس تروح لهم تقول له لا طب روح أعمل كذا طب روح أعمل كذا، كلها حلول كانت مؤقتة. لكن لا يجزم أحد أنه هو يقبل عامل غير موظف وغير مدرج في سجلات وزارة الأوقاف ويضمن له التعيين. لكن هؤلاء ذنبهم في رقبة من حصل منهم على أموال مقابل أنهم يعينهم على وظيفة، ولكن باع لهم الوهم. طيب أنا بسأل حضرتك يا دكتور، هل حاليا دلوقتي بيقال لبعض هؤلاء المواطنون روح الشهر العقاري لو عايز تتثبت وتنازل عن مدتك السابقة؟ لا، يقول نحن في وزارة الأوقاف، يقول من الذي قال له ذلك؟ طب ما يروح، طب ما يروح يعمل تنازل، وهناك المحامين يقول له هذا تنازل إذعان، لأنه رجل يطلب حقه أنت بتزعنه إذعان. القانون ما حدش مغفل عن القانون. أيوة يا دكتور جابر، يا دكتور جابر، يعني دلوقتي لو أنا وصلت حضرتك بعدد من هؤلاء المواطنين وقالوا لك الموظف الفلاني اللي قال لنا كذا، هل هيتم محاسبته يا دكتور جابر إذا ما ثبت بالفعل وده اتقال لهم؟ لأن ما أقدرش يا فندم أقول للمواطن كده، ما أقدرش أخيره وهو أصلا وضعه الاجتماعي وحالته صعبة جدا وحضرتك عارف ده. يا أستاذة منى، المسؤول لا يقول ذلك، يقول لي فلان مسؤول في الديوان برتبة وكيل وزارة أو مدير عام وقال لي كذا. أما واحد يقابل واحد في الشارع أو يروح يصلي في الجامع وعامل الجامع أو الإمام أيا كان، مش لازم يكون وكيل وزارة يا دكتور جابر، ممكن يبقى موظف قاعد على مكتبه بس هو بيمثل وزارة الأوقاف. لا، فيش هذا الكلام، غير موجود بالمرة، حتى ولو قالوه غير موجود عندنا بالمرة. أنا رئيس قطاع ديني وعندنا رؤساء القطاعات اللي هم أصحاب الكلمة في الوزارة. طيب. الموضوع قتل بحثا هذا وأمره في النيابة، ولا برجال اللي قيل وقالوا فلان قال لي وفلان قلت له، ده كلام. طيب احنا برضو في النهاية يهمنا طالما الموضوع أمام النيابة العامة، طبعا هننتظر قرار النيابة ونحترمه أكيد، وبرضو لو في عندي أكتر من شكوى، لأن هي الحقيقة تعددت الشكاوى بالنسبة لأنه في ناس اتقال لها رسمي من داخل وزارة الأوقاف روح اتنازل في الشهر العقاري، فلو ده بالفعل يا فندم معايا أنا بعد إذن حضرتك حتى خارج الهوى هنوصلهم لحضرتك علشان بس تحقق في الموضوع ده، لأنه لو يعني صح ذلك فهناك قدر كبير من الظلم بيقع على المواطن أو العامل، وده أكيد حضرتك يا فندم وجميع من يعمل في وزارة الأوقاف مش هيكون راضي عنه. هذا غير موجود، وكلام طبعا يعني موضوع في أروقة المحاكم، وعندما يأتي بحكم قضائي نحن نروح به. طيب. لكن فلان قال له روح تنازل أو ما تنازلش، لو هو كان راح تنازل وكان بيّن لنفسه هل هو حيعين ولا لا. طب واحد يضرب المثل كده ويروح يتنازل على فكرة في ناس يا دكتور جابر، عشان كده بقول حركة ممكن نستكمل ده مع بعض، لأنه في ناس بالفعل تنازلت وبرضه ما تثبتتش. أيوة، دليل على أنها وهم ونصب، هذا ليس حقيقي. طب يا فندم، ما هو قد يكون هناك بعض الموظفين داخل الوزارة هم اللي بيقولوا المعلومات دي يا فندم. لا، الوزارة وزارة الأوقاف منضبطة، مش قانوني كمان يا فندم. لا لا، منضبطة، وما فيش حد عندنا يقول هذا الكلام نهائيا. طيب. كل واحد مسؤول عن كلمته، احنا وزارة دعوية دينية تدعو إلى الفضيلة، فلا يمكن أبدا أن يكون إذا كان في السابق نظام مترهل وكانت أمور ترتكب في وزارة الأوقاف، الآن الحمد لله المنظومة منضبطة ولا يمكن أبدا أحد يصل لهذا السفه ويقول بمثل هذا. بشكرك جزيل الشكر دكتور جابر طايع المتحدث باسم وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الديني، وحنتابع هذه القضية إن شاء الله ونشوف كمان حكم النيابة حيكون إيه. هنطلع مع بعض نشوف تقرير هقول لحضراتكم حالا عليه دلوقتي، وبعده مباشرة هنتكلم عن موضوع مهم جدا. احنا عارفين طبعا انه عندنا حلم كمصريين كده ان احنا في يوم من الايام ان شاء الله يا رب نصنع سيارة مصرية، والحلم ده عدنا سنين بنشتغل عليه،
لكن في ناس شايفة انه لا الحلم لسه بعيد قوي عشان نحققه، وفي ناس تانية شايفة انه لا والله الموضوع مش صعب قوي زي ما انتوا فاكرين، فكرة بس ان احنا محتاجين شوية حاجات. ايه هي شوية الحاجات دي؟ وايه هي استراتيجية صناعة السيارات اللي كانت من فترة يمكن كان في طبعا كلام كتير عنها، وبعدها رجعنا قلنا لا الاستراتيجية خلاص الموضوع نام محدش بيتكلم عنه. طيب ازاي ممكن نتكلم عن الصناعات المغذية؟ وهل من مصلحتي انا النهاردة يعني مصلحتي كدولة ان انا احاول اصنع سيارات، ولا التكلفة والوقت والمجهود والكفاءات دي لا اخليني في الصناعات المغذية انميها اكتر واحط فيها فلوس اكتر واضخ فيها فلوس اكتر واضخ فيها عمالة اكتر، ايهما اوفر ليا واحسن ليا؟ مش بس كده، كمان ازاي ممكن الناس كتيرة من اللي بتعمل في هذا القطاع وبتعمل في هذا المجال صناعة السيارات والمقطورات وناس كتيرة في هذا الشأن، ازاي ممكن يكون ليهم رؤى مختلفة مهمة جدا تفيدني كدولة في التكدسات المرورية، الطاقة الكهربائية، العربيات اللي ممكن تشتغل بالطاقة الكهربائية، انا محتاجة ايه علشان اقدر اشغل سيارة بطاقة كهربائية؟ كل ده ان شاء الله هنعرفه من ضيوفي ضيفي الكريمين اللي هينوروا لي بعد لحظات، الاستاذ محمد أباظة الخبير في مجال السيارات، والاستاذ خالد سعد الامين العام لرابطة مصنعي السيارات. لكن هنشوف مع بعض تقرير عن شيماء عبد العزيز. مين شيماء عبد العزيز؟ شيماء بنوتة عندها 18 سنة. احنا طبعا عارفين في ناس بترسم بال يعني الريشة والالوان والحاجات، وفي ناس بترسم بالالوان، يعني في انواع كتيرة من الرسم. بس انا الحقيقة كانت اول مرة اعرف ان ممكن حد يرسم بالقهوة، بالملوخية الخضراء، بالشوكولاتة، مش عايز اقولها عشان ما تبقاش اعلاني، يعني نيوتيلا والحاجات اللي هي السبريد شوكليت دي، البرطمانات دي المغرية قوي. لا الحقيقة بالفشار، بالبوب كورن، في ناس بترسم بالبوب كورن، هي شيماء بتعمل كده. وحقيقة انها رسمة رسمات جميلة جدا، والموهبة دي عندها، وبدأت وهي عندها كام؟ 18 سنة. وبدأت كمان يعني ما شاء الله هي وصلت لمرحلة عالية فيها، وبدأت تعلم بقى قرايبها واخواتها وولاد اخواتها. فازاي ممكن نستفيد من التجربة دي او من الموهبة دي؟ هنشوف مع بعض. وعايزة بس اشكر شيماء عشان لسه والله لسه شايفاها النهاردة، ان هي الحقيقة رسمت لي صورة، مش عارفه هتبان ولا لا، معلش انا لسه واخداها من قبل الهوا، مش ملحقتش ابروزها ولا اعمل حاجه. بس هي الصوره دي دي بالقهوه، دي مرسومه بالبن بالقهوه، مش بن، قهوه معموله قهوه، وهتشوفوا في اول التقرير كده فنجان قهوه وهي بتحط الريشه فيه وبترسم. فانا بشكرك جدا يا شيماء والله تعبتي نفسك، بس يعني ميرسي جدا على الرسمه دي. بس انا عايزه اقول لك لما اول ما قالوا لي دي رسمه بالقهوه قعدت اشمها، البن مش محوج يا شيماء، فبعد اذنك بس المره الجايه هتعبك، بس البن يبقى غامق محوج لو سمحتي. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلتنا مريدة امير مع البنوته الجميله الفنانه اللي عندها 18 سنه شيماء عبد العزيز والموهبه الجميله دي، ونرجع مباشره نتحدث عن صناعه السيارات واستراتيجيه صناعه السيارات في مصر، وكيف تستطيع مصر ان تتقدم خطوات كثيره من خلال مجموعه من الرؤى والافكار من خبراء ومن من يعمل في هذا المجال بعد هذا التقرير. اسمي شيماء عبد العزيز، عندي 18 سنة، بدأت الرسم من وانا عمري 4 سنين، بدأتها على ايد بابا الله يرحمه، كان مهندس معماري، حبيت ان انا اشوف اللي هو بيعمله واقلده بس بطريقة تانية مختلفة. بدأت الرسم كان الرسومات العادية، كان ايمان ما فيش نت، كان بيوقف لي التلفزيون وارسم منه شخصيات كرتونية مثلا من افلام من اي حاجة. رسمت بالنوتيلا وبالقهوة بالصلصة والكركم والعسل والملوخية المشفى. الحاجات دي بتترسم بفن معين اسمه بوب ارت. اول رسمة بدأتها كانت رسمة اوباما بالدنت. ما بستخدمش الفرش في الرسم بالقهوة، بستخدم الودانات وبستخدم العصيان الشيش طاووق بتوع المطبخ علشان تبقى كلها حاجات متوفرة معايا في البيت. ده بيكون كمان توفير في غير ان هو توفير في الادوات، بيكون تميز في الادوات اللي برسم بيها. كمان محمد صلاح رسمته كانت في الفترة برضو اللي هو بتاع كاس العالم وكده، كان حاجة بالنسبة لي زي نظام تشجيع لمحمد صلاح. عملت شارلي شابلن بالكوفي ميكس والقهوة،
شارلي شابلن من الشخصيات اللي انا بحب اتابعها برضو من زمان، من وانا صغيره كان على طول الحاجات الصامته اللي هو بيعملها وكده، دي كنت بحب جدا ان انا اسمعها. اخذت درع تميز وكرمت من سفير السودان بدرع برضو، اخذت في معارض ميداليات، وفريق فستان الفن يعتبر اكتر فريق هو دعمني لاني بشارك معاه دايما. النهارده انا رسمت الدكتوره منى فاروق، عملتها بالقهوه برضو، حبيت ان ارسمها بشيء مختلف شويه. بنات اخواتي واختي الصغيره هما طالعين زي برضو في حب الرسم، بداوا من نفس السن اللي انا بدات منه، بس الفرق ان انا اللي بدربهم، يعني اقل حاجه انا بتعلمها بحاول ان انا اعلمها لهم، وهم نفسهم حابين كده جدا، يعني هم حابين يتعلموا. اختي الكبيره بتعلمني نرسم ازاي ونلون ازاي، ونفسي لما اكبر ابقى زيها. انا بحب رسم خالتي بتعلمني نرسم الكرتون. تسير مصر بزخم في قطاع السيارات قبل أن تعود وتتراجع. مصر في الواقع كانت السباقة في هذا المجال، ففي خمسينيات القرن الماضي بدأت بصناعة السيارات من خلال شركة النصر للسيارات، وكان الهدف هو البدء بتجميع السيارات ثم الانتقال إلى مرحلة تصنيع أول سيارة مصرية بالكامل. وبالفعل تم إنتاج سيارة رمسيس عام 1960، ووجدت إقبالاً كبيراً من المصريين. في بداية التسعينات شجعت الحكومة على إنشاء مصانع خاصة لإنتاج وتجميع السيارات، وبدأت شركات عالمية بإنشاء مصانعها في البلاد. ومنذ ذلك الحين بدأت صناعة السيارات بقيادة القطاع الخاص في التجميع المحلي عبر استيراد مكونات السيارات، وبلغت نسبة المكونات المحلية 45%، وتمتعت المصانع بتخفيض بلغ 30% على جمارك المكونات المستوردة. صناعة السيارات ومكوناتها تعد أحد أهم الملفات التي تتولاها الوزارة. هذا هو أول تصريح يشتبك به وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار مع ملف صناعة السيارات، بعدما نشرت بعض وسائل الإعلام نافية ما أثير حول إلغاء استراتيجية صناعة السيارات. صناعة السيارات ومكوناتها تعد أحد أهم الملفات التي تتولاها الوزارة. هذا هو أول تصريح يشتبك به وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار مع ملف صناعة السيارات، بعدما نشرت بعض وسائل الإعلام نافية ما أثير حول إلغاء استراتيجية صناعة السيارات. خلفيات الوزير عمرو نصار تجعله في نظر العاملين بسوق السيارات الوزير الذي جاء لحل مشكلات صناعة السيارات، حيث جاء من إحدى شركات صناعة السيارات والتي انفردت بتصدير أول شحنة أتوبيسات مصرية إلى إنجلترا. وقبل تكليف عمرو نصار بحقيبة وزارة التجارة والصناعة، كان الوزير السابق طارق قبيل قد كلف مكتب ألماني بالعمل على كتابة الاستراتيجية، لكنه وعد أن ينتهي المكتب من مهمته خلال نوفمبر الماضي، ثم عدل وعوده بأن ينتهي خلال النصف الأول من 2018. لكن وحتى التعديل الوزاري الذي خرج فيه قبيل من الحكومة لم ترى الاستراتيجية النور. وتسود حالة من التفاؤل الحذر بين مصنع السيارات بتصريحات الوزير الجديد، حيث كشف خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنع السيارات عن اتصالات تجرى في السوق حول الاستراتيجية، وأن هناك مؤشر خطر إن لم نتجاوز المشكلات التي لدينا في السوق المصري قبل التحرر من ضرائب السيارات الأوروبية خلال 5 أشهر. كما شدد الأمين العام لرابطة مصنع السيارات على أنه
هناك نقاط لا تزال تحتاج إلى النقاش، من بينها نسبة المكون الأجنبي، والذي سبق وتحدثت الحكومة عن رغبتها في رفعه إلى 60%، لكن الحكومة نفسها خفضتها في إبريل الماضي إلى 18%، مؤكدة أن العودة من 18% إلى 60% لن يكون أمرا هين ويجب أن يناقش جيدا. نشوى عبد العاطي، مساء دريم. زي ما كنت بقول لحضراتكم قبل هذا التقرير، انه في ناس شايفة ان فكرة ان انت تدخل في مرحلة صناعة السيارات دي حاجة او حلم لسه بعيد جدا، وفي ناس تانية شايفة انه لا، مش بالضرورة انه يكون حاجة صعب. لكن في كل الاحوال على ارض الواقع كان فيه بالفعل استراتيجية او مشروع قانون، خلينا نقول كانت مقدمة الحكومة برئاسة مهندس شريف اسماعيل، وساعتها دكتور علي عبد العال رئيس البرلمان حوله الى اللجنة المختصة في البرلمان لدراسة هذا المشروع اللي هو كان لجنة الصناعة طبعا. وحاليا دلوقتي المفترض انه هناك رغبة، خلينا نقول، او استراتيجية او رؤية لتكليف مكتب ألماني لصياغة هذه الاستراتيجية او هذا القانون. عايزين نتكلم اكتر عن تفاصيل صناعة السيارات في مصر، هذا المجال، وزي ما كنت بقول لحضراتكم، هل الأفيد لنا أنه نحط كل إمكانياتنا في الصناعات المغذية، ولا أنه شيء طموح جدا وواقعي ومن حقنا أن احنا نحلم أن احنا نصنع مكونات السيارات هنا في مصر، أو ما يبقاش بس الموضوع تجميع، أو حتى بعد الأرقام والنسب اللي زميلتنا قالتها في التقرير السابق. خلوني أرحب بضيوفي مباشرة، الأستاذ خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات. أهلا بحضرتك يا فندم، نورنا. والأستاذ محمد أباظة الخبير في مجال السيارات، أهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. شكرا. اسمحوا لي في البداية أعرف، يعني حضراتكم طبعا لكم يعني باع في هذا العالم وهذا المجال، فكرة السيارات وحضرتك صناعة المقطورات والصناعات المغذية، فعايز أعرف من حضراتكم بداية رؤية عامة كده، إحنا واصلين لفين في مصر، أو ما هو وضع سوق السيارات في مصر؟ أستاذ محمد. والله هو سوق سيارات سوق كويس جدا وواعد، وبيجر حركة الإنتاج، وبيشغل عمالة كتير جدا، وبيدخل ضرائب وبيدخل جمارك، وقطاع مهم جدا في الدولة وفي البلد. لكن طبعا احنا عندنا مشاكل كتير جدا في التصنيع، وهي أول مشكلة وأكبر مشكلة الفتيس والموتور. دولت كانوا يعني بيحتاجوا مسابك وبيحتاجوا تكلفة كبيرة جدا، قصاد ان لازم يكون عندك ماس برودكشن عالي عشان تقدري تغطي التكلفة بتاعت الانتاج ضخم او متعدد، بدليل ان بره بينتجوا الموتور والفتيس لممكن لخمس ست براندات تحت ماركة واحد، يعني تحت كذا ماركة، عشان يقدروا يغطوا التكلفة. فاحنا ما عندناش الامكانية دي، ما عندناش ان احنا نقدر نعمل فتيس وموتور. لكن طبعا الدنيا كلها دلوقتي بتتوجه الى السيارات الكهربائيه، فالسيارات الكهربائيه بتبقى اسهل كتير جدا، وفي المرحله الجايه هتبقى اسهل كتير جدا لينا ان احنا نقدر نجمع عربيه from A to Z. بس طبعا هيبقى عندنا لسه مشكله النو هاو بتاع البطاريات، وده المفروض برضو نشتغل عليه، لان البطاريات مهمه جدا وهي دي المستقبل، والعالم كله بيتطور فيها، والمفروض ان احنا نكون من اوائل الناس اللي نشتغل عليها، لان بالطاقه الكهربائيه مع الطاقه الشمسيه المتجدده او الرياح بنقدر ان احنا نوفر كميات كبيره جدا من الوقود ومن العبء اللي على الدوله. التلوث البيئي ده كارثه ملهاش اي حلول غير السيارات الكهربائيه. انا هتكلم مع حضرتك لاحقا بالتفصيل في موضوع السيارات الكهربائيه، لان انا عارفه انه حضرتك من الداعمين بشده لهذه الفكره، وعندك درايه كبيره بالملف ده. اسمح لي بس اوجه نفس السؤال للاستاذ خالد، اعرف من حضرتك رؤيتك العامه يا فندم عن سوق السيارات في مصر. بصي حضرتك، هو سوق السيارات في مصر للاسف ملوش كتالوج. للاسف ملوش كتالوج، مش زي العربيات يعني. لا ما بينزلش بالكتالوج المانيوال بتاعها، مفيش اي حاجه تدل على رؤيه واضحه ولا طريق واضح احنا رايحين فين.
للاسف احنا دايما بمثل سوق السيارات عندي انا بالهمزه وليس بالقاف، يعني سوق السيارات وليس سوق السيارات. احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان احنا عندنا وقت تلاقي الاحتياج اكتر من المعروض، واحيانا تلاقي المعروض اكتر من الاحتياج. مشكلتنا ان احنا دايما بنتتبع اساليب ان دايما اللي مش موجود مرغوب. الممنوع مرغوب. ممنوع مرغوب، بس مش عايز اقول ممنوع لان مش ممنوع. الموجود مش موجود فمرغوب. احنا عندنا دي المشكله دي، لا في تخبط في عندنا السوق. قد يكون واعد في بعض الاوقات، قد يكون واعد في بعض الفترات، ولكن في ظل الظروف اللي احنا عندنا فيها تخبطات في بعض القوانين وبعض اللوائح وبعض الامور اللي بتصدر، بيخلي كل سواء التجار او الوكلاء او المستوردي او المصنعي السيارات عندهم تخبط، ما عندهمش رؤيه واضحه، ما عندناش احنا رايحين فين. مشكلتنا احنا رايحين فين، احنا مش الرؤيه دي مش واضحه ليه. ولا مشكله امكانيات يا استاذ خالد؟ لا بالعكس، ده في امكانيات كويسه جدا. يعني لو احنا بنتكلم يعني على المستثمرين، يعني استاذ محمد بيتكلم على فكره ان احنا عندنا مشكله اساسيه في الموتور وفي الموتور والفتيس. لا هو استاذ محمد بيتكلم على حته التصنيع، انا ما بتكلمش على التصنيع، انا بتكلم على السوق. احنا دلوقتي بنتكلم على سوق السيارات في مصر. ما هو سوق السيارات في مصر جزء منه فكره التصنيع والصناعات المغذيه. مظبوط. احنا انا بكلم حضرتك على 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 موضوع السوق فقط. يعني النهارده لو بتكلم على سوق السيارات، لا في الوقت الحالي احنا عندنا تخبطات. لو هنخش بقى في حته موضوع التصنيع، لا هنستفيد. قبل ما نتكلم على التصنيع، التخبطات اللي حضرتك بتتكلم عليها عشان نقفل الملف ده. هقول لحضرتك على حاجه، يعني مثلا التخبطات اللي احنا بنتكلم عليها، احنا عندنا مشكله في ان النهارده اذا كان الوكيل قادر ان هو يستورد لان عنده امكانيه وعنده استثمارات وعنده ان هو يجيب استيراد للعربيات او يصنع عربيات، بتيجي بعض الناس التانية تعمل دخلاء على السوق، يدخلوا نفس العربيه بسعر تاني بنظام تاني، تلاقي ما فيش بقى لحضرتك ايه، تلاقي مشكله ان تلاقي العميل في ملتقى الطرق، يعني عنده مشكله انه اشترى عربيه من مصدر غير الوكيل، ويجي للوكيل يقول له حل لي مشكلتي لان انا عندي مشكله في عربيتي. طيب انا مش انا اللي استوردتها لك، انا مش انا مش هي المشاكل اللي موجوده عندك هي اللي انا جبتها. لا والزم ان انا التزم ان انا اصلحها له او اعملها له. في لا في تخبطات، الاسعار متفاوته ومتباينه، لان غالبيه الناس النهارده بتتكالب على الشراء. يعني احيانا لما يكون منتج مش موجود او مش متوفر بشكل كبير بتلاقي يتكالب على الشراء. وبنستغرب جدا يا استاذ خالد انه يقول لك ان البلد ما فيهاش فلوس والناس مش لاقيه فلوس وبتاعه، وبعد كده لما تنزل عربيه جديده تقعد على الويتنج ليست، على قائمه الانتظار مده طويله جدا. مش اقل من 6 شهور. مش اقل من 6 شهور. لا هو في فلوس وفلوس كويسه قوي، بس احنا دايما بندعي ان مفيش فلوس. لا في فلوس وفي امكانيات، ومشكلتنا ان احنا مش عارفين زي ما قلت لحضرتك سوقنا ما هوش كتالوج. لا احنا لو عندنا الكتالوج بتاع سوق السيارات صدقيني احنا هنكون من الاسواق الواعده في مستقبل سوق السيارات. طيب استاذ محمد، الكلام عن التصنيع، معلش انا عايز اتكلم، وانا لما كنت بتكلم مع حضرتك قبل كده عشان يعني بنجهز للقاء النهارده، فبقول لحضرتك على الاستراتيجيه، بتقول لي هي فين الاستراتيجيه؟ لما سمعتوا عنها ولما كانت هي عباره عن مشروع قانون مقدم في البرلمان، كان املكم منها ايه؟ يعني ايه اللي الناس اللي في السوق ده وفي المجال ده طالباه في فكره وجود استراتيجيه عامه لصناعه السيارات في مصر؟ هي مبدا الاستراتيجيه او الفكره من الاستراتيجيه ان هي كانت تحمي المنتج المحلي من المنتج الاوروبي، لان المنتج الاوروبي حاليا في بعض المنتجات او يمكن السنه الجايه هيبقى كل المنتج الاوروبي 0% من الجمارك هيبقى عليه ضرائب فقط بحكم الاتفاقيات. بحكم الاتفاقيات. فما نقدرش. طب ده هيعمل انتعاشه. هو يمكن زياده العمله مش مخليه الناس تحس بالفرق بتاع التخفيض الجمركي بسبب زياده العمله اللي حصلت الفتره اللي فاتت. لكن هو طبيعي ان هو كانت الناس تحس بده لان الجمرك اتشال، بدليل ان احنا النهارده عندنا في عربيات كوري او ياباني يعتبر اغلى من العربيات الاوروبي او بسعر العربيات الاوروبي، فطبعا ده نظير ان هي 0% جمرك، فقدرت انها فرصتها في البيع وفي التواجد وفي التسعير تبقى احسن. فهم كانوا بيحاولوا ان هم ينقذوا المنتج المحلي بان هم يدوا اي دعم اضافي بحيث ان هو يقدر يواكب المنافسه ما بين الاوروبي وما بين المحلي. طب سؤال، الدعم المحلي اللي هو ايه؟ ما هو انا ما بصنعش عربيات في مصر، انا بجمع. ما هو احنا يعتبر واعلى نسبه تجميع عندي كام؟ 45% تقريبا؟ 45% 46%. لكن هو في الاخر بيدفع جمرك 5% على المكونات ديت. الاوروبي ما بيدفعش 0%، فستيل في 5%.
ما بين المحلي وما بين المنتج الاوروبي. لما بستورد مكونات الاوروبي ما بدفعش عليها 5%، ما بندفعش ولا على المنتج الكامل ولا على قطع الغيار. لكن لما بستورد قطع غيار عشان اجمعها عندي هنا المنتج بدفع المحلي عليها 5%. بدفع 5% بالظبط، هي كانت الاستراتيجيه عشان احنا نقدر نشيل 5%. بس طبعا كان قدام ان احنا نقدر نعمل كميات اكبر ونقدر نصدر، فطبعا هي كانت فيها مميزات وفيها عيوب. وبرضو القرار مش في ايدينا لوحدنا، لازم اذا كان هيبقى في اي تغيير او اي حاجة غير الاتفاقية اللي متفق بيها لازم يتم تعديل من الطرفين، والاتفاق من الطرفين مش من جانب واحد. الطرفين اللي هما بيمثلوا اللي هو الاوروبي والجانب المصري. الجانب الاوروبي والجانب المصري. الاتفاقيات اللي زي كده يا استاذ محمد، اتفاقية دولية. الاتفاقيات الدولية اللي زي كده بتاخد في اعتبارها ابعاد ايه؟ يعني انا 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 داخله سوق مختلف وبشوف السوق ده، بجس نبضه في الاول وبشوف السوق ده احتياجاته ايه وطلباته ايه، السعر العمله عنده عامل ازاي، وبقوم بتفق بعمل اتفاقياتي بعدها. هل انا بروح لبعد اخر وهو انه السوق اللي انا رايحه له ده المنتج اللي عنده المحلي بتاعه هو سعره كذا او بيدفع عليه ضريبه كذا؟ طب وانا مالي كشريك اجنبي او اوروبي، انا مالي؟ ما هي الاتفاقيه تمنع ان احنا نخفض جمارك بعينها على منتج بعينه، ده ممنوع في الاتفاقية ان احنا نعمل ده، او ان احنا نميز منتج عن منتج، او نزود ضرائب او حاجة عليهم غير الباقي، فدي تخل بالاتفاقية، فما نقدرش ان احنا نعمل ده. لكن احنا هرجع تاني واقول ان احنا لو هنقدر نصنع في مصر عربيات كهرباء، ده طبعا هنقدر ناخد عليه دعم، والدولة لازم تدعم ده، لان ده هيبقى في نطاق تاني بان انا بوفر من قيمة الدعم اللي بحطه في البنزين او السولار. فانا بدي، انا عندي بنية تحتية يا استاذ محمد، تسمح لي ان انا اشتغل على عربيات كهرباء؟ بنتكلم بصراحة مع بعض. البنية التحتية عشان تشتغل لازم تبقى في منظومة ما بين الدولة وما بين التوكيلات اللي في مصر، لان اي توكيل يقدر ان هو يبني البنية التحتية دي او يساهم في بنائها بنسبة مشاركته في السوق او بنسبة او بحجم مبيعاته في السوق. يعني اللي بيبيع 20% يبقى حصته 20% من الخطة اللي محطوطة للبنية الاساسية. فبالتالي احنا ممكن في ظرف 6 شهور تكون التوكيلات دي كلها غطت المساحة اللي احنا عايزينها او عدد المحطات اللي احنا عايزينه، بحيث ان احنا نقدر لما نعرض العربيات دي في السوق وتبقى متواجدة يبقى الناس ما عندهاش قلق ان هي هتلاقي صيانة، وان هي هتلاقي خدمة بعد البيع، مكان يعني تشحن فيه العربية، العربية مش تعطل منها. فده مهم جدا، ولازم نبدأ بالعربيات اللي هي بتعمل 100,000 في السنة، مش ال 20,000 اللي هو المستهلك العادي. لا طب انا بس عايز هقف عند النقطه دي عشان نفهم تفاصيلها. بس اسمحوا لي ناخد هاتفيا سياده النائب المهندس احمد سمير رئيس لجنه الصناعه في البرلمان. اهلا بحضرتك يا سياده النائب. مساء الخير يا فندم، مساء الخير على ضيوف حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك. يعني بوجود حضرتك معانا على التليفون في البدايه، عايز اسالك على الاستراتيجيه دي، اتقدمت قبل كده وبعدين اتقال ان هي اتعطلت، وبعدين دلوقتي المعلومات اللي عندنا ان في مكتب الماني كلف بصياغه الاستراتيجيه، استراتيجيه لصناعه السيارات. اولا وضعها ايه يا فندم هذه الاستراتيجيه دلوقتي؟ وحضرتك كرئيس للجنه الصناعه اللي هي المعنيه بالاساس بهذه الاستراتيجيه وهذا المجال، يعني بتطمح ايه من هذه الاستراتيجيه وفكره قانون ينظم سوق السيارات في مصر؟ يمكن انا اول مره اطلع اتكلم. الو، اتفضل يا فندم حضرتك على الهواء. يمكن انا اول مره اطلع اتكلم النهارده من وقت دخول الاستراتيجيه للجنه الصناعه في شهر اكتوبر 2016 لغايه النهارده. يمكن احنا ما طلعناش ولا تصريح في اي جريده، صحيح، ولا اتكلمناش على موضوع الاستراتيجيه، لان صحيح كان الموضوع مغلق وقتها للظروف الاقتصاديه اللي كانت بتمر بيها البلد. احنا اتحللنا في لجنه الصناعه زي ما حضرتك ذكرتي في الاول، اتحللت لنا مشروع قانون مقدم من الحكومه بما يسمى استراتيجيه لصناعه السيارات او رؤيه لصناعه السيارات والصناعات الموازيه لها في مصر. الكلام ده كان في شهر اكتوبر 2016. يمكن عملنا اكثر من 13 جلسه استماع مختلفه، اعتقد ان يعني حضرها معظم الناس اللي كانوا مهتمين بالصناعه، واستمعنا لجميع الاطراف سواء كانت حكوميه من اكثر من وزاره، واستمعنا للمصنعين سواء كانوا مصنعين الصناعات
الناس المصانع اللي بتجمع العربيات والصناعات المغذية لها. واستمعنا أيضا للتجار. طلعنا بتسع ملاحظات على الاستراتيجية. إيه هي يا فندم سريعا؟ لجنة الصناعة. حضرتك عايز تسمعي التسعة بالكامل؟ طبعا. طيب يعني أنا قدامي وقت يعني. مع حضرتك يا فندم، بس ده موضوع، ده موضوعنا دلوقتي، وحضرتك يعني تتداخل كمان مع ضيفي الكريمين. بس استاذنك يا شباب، ممكن ادي لحضرتك نعلي الصوت بس هنا لو سمحتوا يا شباب. بستاذنك سياده النائب ثانيه واحده، بس نعلي الصوت عشان نسمع كده ابرز الملاحظات اللي دونتوها عن هذه الاستراتيجيه. اتفضل يا سياده النائب. ابرز الملاحظات يا فندم ان الاستراتيجيه لوحدها مش هتشتغل، كان لازم ان احنا قبل ما نبدا ان احنا نصلح الوضع في الاستراتيجيه، في عده قوانين اخرى متداخله مع الاستراتيجيه كان لابد من النظر اليها وتعديلها ايضا. يعني النهارده الهدف الاستراتيجيه ان انا ازود حجم السوق بتاعي، ولكن انا النهارده بدون القوانين اللي كانت ليها ذات الارتباط اللي موجوده زي قانون الجمارك، زي قانون الصناعه نفسه، الهدف الاساسي منها ما كانش هيتحقق. ده ابرز الاهداف اللي احنا اتكلمنا فيها. الحاجه الثانيه يعني النسب اللي كانت بطاقه وقتها للصناعات المغذيه علشان مجمعين السيارات يكمل 45%. 46% يا فندم. 45 في وقتها كان 45، وقتها كان 45، دلوقتي 46. حضرتك صح وانا صح. تمام تمام يا فندم. اتفضل. النسب دي كان مغالى فيها، هي كان ممكن انها تبدا وقت ما بتبدا صناعه جديده وقت من الاوقات، النسب ده هي ما حدش قرب لها يمكن من التسعينات. فالنهارده انا علشان ادخل بصناعه مغذيه، هم كانوا اعتقد 17 ايتم او 17 فن، منها فيهم خطوط التجميع وفيها خطوط الدهان الى اخره. انا ال 17 ايتم دول كان فيها نسب مغالى فيها، يعني كان في حاجات معينه ما كانتش بتمثل النسبه الحقيقيه. فاصبحت النهارده الحكايه اصبحت ان انا بكمل نسبه اكتر لما اكتر مني انا ان انا بعمل صناعه مغذيه. الناس الثالث، او يعني نسمع دايما الردود اللي كانت بتجيلنا، شوف المغرب مثلا بقت فين واحنا فين؟ المغرب بدات بعدنا. شوف مين فين معلش تاني؟ المغرب. المغرب فين واحنا فين؟ تمام. واحنا فين؟ المغرب خدت موديل واحد من براند معين وبدات انها تشتغل عليه. احنا النهارده السنه اللي فاتت عندنا 30 موديل مختلف اتجمعوا في سيارات الركوب في مصر. فالاحجام اللي بتطلع ما بتشجعش الصناعه انها تكون موجوده. لو كل واحد النهارده هيجمع لي من الموديل ده 1000 عربيه، ده ما يشجعش نفسه ان حد النهارده هيدخل ان هو يعمل صناعه مغذيه او يضخ الصناعه، لان في نهايه اليوم هو هيبيع 1000 قطعه او هيبيع 2000 قطعه. فالموديل بتاع المغرب، او زي ما بدات المغرب زي ما بدات تركيا زي ما بدات جنوب افريقيا زي ما بدات، كانت بادية على أسس إن هو موديل واحد وأنا هشتغل عليه. إحنا النهارده عندنا السنة اللي فاتت كان 30 موديل، كلام على 2018، من أكثر من 17 مصنع مختلف. ممكن أستاذ خالد يصحح لي الأرقام لو أنا لا مظبوط. حضرتك هسمع آراء ضيفي. اتفضل. النقطة الرابعة يا فندم. النقطة الرابعة يا فندم إن أنا زي ما قال أستاذ محمد دلوقتي، أنا النهارده بخالف فيها بعض الاتفاقيات الدولية، فأنا مش عايز النهارده زي ما قلنا أو يعني كان اتعرض علينا إن أنا هشوف البرازيل عملت كده وبعدين على بال ما هم يرجعوا عليا بعدها بفترة من الفترات هكون أنا حسنت وضعي في السوق. لا، إحنا النهارده دي دولة. فالدولة النهارده يعني أنا النهارده مش هقدر أخالف اتفاقيات أنا بوقعها مع دول تانية. هل بتشوف يا فندم انه هذه الاتفاقيات الدوليه يجب ان تعاد صياغتها او يعاد النظر اليها؟ الاتفاقيات الدوليه النهارده اللي احنا وقعنا عليها يعني اعتقد ان فيها اتفاقيات كتير ليها لصالح، يعني لصالحنا احنا، سواء كان الميزان التجاري فيها لصالح مصر مع كثير من الدول. فانا اعتقد ان هيكون صعب ان انا النهارده بعد ما بمضي اتفاقيه ان انا ارجع تاني النهارده اشوف، لا انا النهارده بقى يعني هبص عليها من الاول تاني. طيب النقطه الخامسه يا فندم. النقطه الخامسه احنا قلنا ان النهارده ان المشروع القانون فيه النهارده انا هاجي افرض
نسب جمارك مختلفة على أو نسب جمارك ثابتة على جميع السيارات. نسب الجمارك ده هي هتشمل، احنا عندنا ثلاث دول احنا بنتعامل معها، دول ليس لها اي اتفاقية معنا، يعني مش اتفاقيات معنا، ودي كان ليها نسب جمارك محددة. وفي دول تانية انا زي المغرب او زي الاتحاد الاوروبي، المغرب وتركيا والاتحاد الاوروبي، دول الاثنين التانيين. طب انا النهارده هاخد ايه لما انا انزل له الجمرك بتاعه من غير ما يبقى اي اتفاق بيني وبينه او ان انا اعمل فيها اي حاجه؟ ده تساؤل مهم. النقطه السادسه، النقطه الاهم، ودي اهم نقطه، النقطه الاهم هي الماده 23 من قانون الصناعه رقم 21 لسنه 58. الماده دي بتقول يعتبر منتجا مصريا. يعتبر ايه؟ معلش يا فندم الصوت قطع. منتجا مصريا. كل انتاج زاد التكاليف انتاجه على 25% من سعر بيعه عن طريق التصنيع. يعني ببساطه يعني انا النهارده يعني اي منتج لو تكوينه زاد عن 25%؟ لا يا فندم، لو التكاليف، لو تم اضافه مكون محلي بنسبه 25% يبقى منتج مصري. لا يا فندم، مش اضافه مكون محلي. يعني انا النهارده تكاليف الانتاج، عناصر تكاليف الانتاج تمام، هي الاجور، مرتبات، اهلاك الالات، اعلانات، وقود، تمام، الى اخره. تمام. فانا النهارده ما عنديش صناعه حقيقيه ممكن اضيفها، بمعنى انا ممكن اجيب لحضرتك تلفزيون من الخارج مفكك الى قطعتين واربطهم مع بعض ويصبح منتج مصري. منتج مصري. فده اللي حصل في الصناعات المغذيه. تعالى النهارده نمسك الصناعات المغذيه 17 ايتم احنا بنتكلم، ناخد ايتم ايتم، ايه هي بقى القيمه المضافه التصنيعيه اللي انا النهارده اقدر اضيفها عليها علشان اقدر اتحكم على الاقل في سعرها. كل ما مدخلات الانتاج المحليه تزيد، كل ما اقدر اتحكم في سعري، او كل ما النهارده تكلفتي تكون اقل. طيب هستسمح حضرتك سياده النائب، هتخليك معايا بس اسمع تعليق ضيفي الكريمين. استاذ خالد اتفضل. مساء الخير سعاده النائب. نور يا انا طبعا تشرفت بان سمعت ملاحظات حضرتك على الاستراتيجيه، بس كان ليا سؤال مهم جدا. طبعا من ملاحظات حضرتك على الاستراتيجيه بتؤكد او بتؤيد ان كده الاستراتيجيه لن ترى النور، بمعنى ان النهارده لو انا هتني عندي ملاحظات على الاستراتيجيه، هي احنا ليه اتناقشنا في الاستراتيجيه واتناقشنا في مجلس النواب في اكتر من اجتماع عشان يبقى في استراتيجيه لصناعه السيارات؟ هو عشان ندعم ونعمق المكون المحلي في مصر. لو احنا ما بقاش عندنا استراتيجيه، يبقى معنى كده ان انا هستمر استورد سيارات من الخارج وما يبقاش عندي انتاج محلي سواء للسوق المحلي او الاسواق الخارجيه، لان انا النهارده مش بشجع الانتاج فقط للسوق المحلي، ولكن انا بدور ان انا يكون عندي عمله اجنبيه تجيلي من التصدير اللي انا هعمله من السيارات اللي هتصنع في مصر او من المكون المحلي اللي انا هصنعه في مصر. طب اذا كان احنا عندنا مشكله في تصنيع سياره، في تجميع سياره وليس تصنيع، في تجميع سياره في مصر، وعشان ما عندناش استراتيجيه واضحه لصناعه السيارات في مصر، طب ليه ما نعملش زي تونس ونتوجه في ان يكون عندنا رؤيه لصناعه مكون محلي؟ لان ده احنا عندنا ما عندناش مشكله فيه في الشركات الاوروبيه. احنا ليه ما نعملش اضافات للاستراتيجيه اذا كان عندنا مشكله في صناعه او في تجميع سياره محلي؟ عشان الملاحظات اللي حضرتك قلتها، يبقى معنى كده ان احنا مش هنقدر نطلع، الاستراتيجيه دي مش هتطلع للنور. سياده النائب، هل الاول بس يعني انا الاول وصل للاستاذ خالد، ده دقيق في فكره انه كلام حضرتك. انا عايز اسال بس الاستاذ خالد سؤال، هو سالني سؤال وانا هرد عليه بسؤال وهجاوبه طبعا على هذا السؤال. اتفضل. هو استاذ خالد حضرتك متفق معايا في النقاط دي؟ طبعا. لا لا جدا. تمام، ممتاز جدا. يبقى احنا النهارده رجعنا الاستراتيجيه في شهر مارس 2017 وقلنا للحكومه مشروع القانون اللي جاي من عندك في الملاحظات اللي انا قلت عليها. حصل. المفروض يا فندم ان الحكومه تعدل الكلام ده وترجعه لي تاني. مزلوب. صح ولا لا؟ تمام. طيب لغايه النهارده انا ما لقيتش حاجه في اللجنه. احنا النهارده طلبنا من رئيس المجلس ان احنا نرجع نشتغل في 1/9 بعد الكلام اللي يمكن في الفتره الاخيره اللي تم تداوله في وسائل الاعلام والسوشيال ميديا و و و و و احنا بدانا كلجنة صناعة ونزلنا وزورنا بعض المصانع في مدينة السادس من أكتوبر علشان نؤكد على أهمية الصناعة.
وان احنا النهارده لازم في رؤية وفي استراتيجية. طيب سيادة النائب، بس الجزئية المهمة قوي اللي قالها أستاذ خالد المتعلقة بفكرة المكون المحلي، يعني طيب. هل نقدر ان احنا نطمح اننا نركز على موضوع ان يبقى عندي مكون محلي حسب ما انا فهمت، وده لا. اللي ركز عليه اكتر واشتغل عليه لازم اكتر. لازم يا فندم، لازم يا فندم. لا مش انا النهاردة يعني البيزنس بلان بتاعهم هم اللي يحددوا ده، دي امور تنفيذية. ولكن انا النهاردة عندي وضع قالوا اكتر من 20 سنة ما حصلوش تصحيح. صحيح. فإحنا علينا كلجنة صناعة إن أنا براجع التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية، برجع الوضع للوضع الصحيح. طيب. وقتها بعد ما بيحصل الإصلاح ده، قد يكون زي ما إحنا حضرتك ذكرتي إن كان في مكتب هيتم الاستعانة بيه. مكتب ألماني المفروض إن المهندس عمرو نصار بالفعل بيتابع معايا دلوقتي. بالضبط. ده كان من ايام المهندس طارق قبيل، وانا زرتهم في المانيا شخصيا، وكان معايا مساعد الوزير وقتها المهندس حسام خطاب في شهر مارس 2017، وهم جم بعد كده وحصلت مقابله بيننا وبين المهندس طارق قبيل الوزير السابق مرتين في مكتبه، وعملنا اكتر من ورشه عمل مع بعض. الاجراءات بعدها دي امور تنفيذيه. طب بس هل معلومات حضرتك انه الملاحظات اللي ذكرتوها دي كلجنة بالفعل تم الاخذ بيها في وهم دلوقتي بيشغلين على اعادة الصياغة؟ يا فندم ما بقول لحضرتك احنا عملنا اكتر من ورشة عمل، واحنا قلنا كملاحظاتنا كجهة تشريعية، وكانت الجهات التنفيذية الممثلة في وزارة التجارة والصناعة كانت حاضرة، وجهات اخرى كمان كانت حاضرة، سواء كان ممثل عن البنك المركزي او كانوا حاضرين برضو. اسمح لي اسمع بس وجهة نظر استاذ محمد. استاذ محمد ليك اي تعليق عايز تقوله لسيادة النائب؟ هو طبعا الاتفاقية طبعا مع كلام سيادة النائب، والاتفاقية طبعا هي مش للسيارات فقط، هي للصناعة نفسها. لجميع السلع. هي تجارة حرة ومفتوحة. فوارد ان الاتفاقية تكون في مصلحة الدولة بشكل عام. ممكن يكون بشكل خاص للسيارات في فرص راحت علينا او ضاعت علينا، زي مصنع المغرب، لان هم قدموا امتيازات كتير جدا للشريك الاجنبي عشان يقدر ان هو يخش وينتج هناك. فاحنا حاولنا ناخده المصنع ده، كنا حاولنا دخلنا في مناقشات، لكن هم كانوا قدموا تسهيلات اكتر، تسهيلات اعلى بكتير. طيب انا عايزه برضو حضرتك تتكلم مع سياده النائب، نستغل وجوده على فكره السيارات، على يعني موضوع السيارات الكهربائيه، وانا عارفه ان ده موضوع بالفعل بنتكلم فيه. ايه اهميته وازاي ممكن البرلمان يدعمنا في الفكره دي يا فندم، ونقدر نشتغل عليها؟ هنحقق ايه من فكره السيارات الكهربائيه؟ السيارات الكهربائيه في وجهه نظري هي ممكن تقلب الموازنه بتاعه الميزانيه تماما، لان احنا هنوفر كتير جدا من الدعم اللي بيحصل على السولار والبنزين في حاله ان احنا اشتغلنا بالطاقه الشمسيه او بالرياح. هنقدر ان احنا نوفر كم كبير جدا من الميزانية، وهنوفر التلوث، هنوفر العلاج اللي بيتصرف على جميع رجال الشرطة والجيش اللي واقفين في الشوارع ليل نهار بيتعالجوا بسبب التلوث اللي موجود في الشوارع. هنوفر والمواطنين نفسهم يا فندم والله. هنوفر التلوث السمعي، لأن طبعا في عربيات كتير بتبقى يعني مهتمين ان هم يخلوا صوت العربيه عالي، او ان هم يغيروا في الشكمان بتاعها عشان يخلوا العربيه صوتها عالي. طبعا ده شيء مزعج جدا. فهي بتوفر حاجات كتير جدا، وهي المستقبل. واذا كان هيبقى في دعم لصناعه السيارات، فلازم يكون التوجيه في الدعم على السيارات او التوكيل اللي هيقدر يصنع او يجمع عربيات كهربائيه. سيادة النائب، ازاي ممكن نشتغل، او ازاي ممكن لجنة الصناعة في البرلمان تتبنى فكرة السيارات الكهربائية اذا ما كانت ممكن تحقق كل المزايا اللي ذكرها استاذ محمد؟ فندم بالفعل ايه فندم؟ سيادة النائب، طيب نحاول ناخد الاتصال مره تانية لو سمحتوا يا شباب، عشان نسمع بس الموضوع السيارات الكهربائيه دي، نقطه مهمه جدا. استاذ خالد، المستقبل فين؟ المستقبل ان احنا نمشي في اي اتجاه؟ والله بص، هقول لحضرتك على حاجه. هو المستقبل في ان احنا يبقى عندنا استراتيجيه واضحه، لان احنا لو احنا استمرين على الوضع اللي احنا فيه ده بدون ما يكون عندنا استراتيجيه واضحه، الصعوبات اللي شرحها سياده النائب، ما انا مع سياده النائب انا ما قلتش اني معترض عليها. ما احنا طب بس لابد من وجود حلول،
ما هو سياده النائب قال تفضل مشكورا وقال لنا ملاحظات، ودي بالفعل هتناقشنا فيها في مجلس النواب اكتر من جلسه. هي مشكله في ان احنا ما عندناش، يعني معناها ان احنا عندنا ملاحظات يعني ما عندناش ان احنا حلول؟ لا، ما احنا كمصنعي سيارات عندنا حلول وعندنا اتفاقيات، احنا ممكن نقعد ونبقى في لجان نوعيه تقعد وتحط المعوقات وتحط الحلول ليها. لكن ان انا اقعد افكر في ان انا ما عنديش حلول، عندي ملاحظات فمش هيبقى عندي استراتيجيه، يبقى مش عندي، مفيش مستثمر. ابرز المشاكل يا فندم اللي حضرتك شايف ان حلولها بالفعل موجوده دلوقتي، محتاجه بس تدخل اجهزه الدوله المختلفه، محتاجه تشريعات معينه من البرلمان. احنا عندنا هو المشكله كلها في الاستراتيجيه زي ما سياده النائب قال، احنا بدانا فيها في الكلام اعتبارا من 2013 بدات تطلع للنور في 2016 زي ما سياده النائب قال، وبعد كده بدأنا نتناقش فيها وحصل فيها اجتماعات وحصل فيها جلسات لغاية لما في النهاية وصلنا للخروج بهذه الملاحظات. الملاحظات دي وصلتنا في ان احنا توقفنا عن دراسة هذه الاستراتيجية. فلا، الاستراتيجية دي لها حلول، واعتقد ان احنا لو قعدنا وتكاتفنا وبقى في موجود لجان نوعية متخصصة سواء من الدولة سواء من مصنعي السيارات سواء من البنوك سواء من جهات معينة، لا هنطلع بملاحظات، الملاحظات دي لها حلول وهنساعد كتير جدا احنا كمصنعي السيارات. في وجهة نظر حضرتك الأقرب والأنسب للحالة المصرية اللي احنا فيها بكل الاعتبارات اللي عندنا، يعني سعر العملة بتاعنا، الحالة المصرية، الشوارع، كل حاجة، نركز على ده ولا نركز على ده؟ لا، احنا طبعا لازم نركز على صناعة. خلي بال حضرتك النهاردة لو أنا ما عنديش صناعة يبقى أنا ما عنديش مستقبل. عندي المصانع الكافية، عندي العمالة المدربة، عندي النوها واللي ذكرها أستاذ محمد. عندنا دلوقتي احنا عندنا 17 مصنع شغالين في مصر حضرتك بينتجوا عربيات، والعربيات بتاعتهم عربيات محترمة جدا وشغالة كويس قوي في السوق. احنا مش عارفين نصدر بابا مصر لان احنا عندنا مشكلة تانية احنا مش عارفين نوصل لحل فيها، اللي هي المواصفات القياسية. انت عند حضرتك حاجة اسمها مواصفة قياسية، المواصفة القياسية دي هي اللي العالم كله ماشي دلوقتي على 126 مواصفة قياسية، اللي اتطبق على مستوى العالم 48 مواصفة قياسية. احنا لغاية النهاردة في مصر ما طبقناش ال 10 مواصفات قياسية. لما عربيتك بتطلع بره مصر بترجع تاني لانها مش مطابقة انا محتاجة ايه عشان اطبق المواصفات القياسية؟ ان انا عندنا قصدي كلها ستاندردز يا فندم، وحدات. احنا عندناش وحدات قياسات نقيس بيها زكاة الوحدة المنتج ده، في وحدة قياسية. ليه ما عنديش وحدات قياسات؟ غالية ما اقدرش اجيبها، ما اقدرش اشتريها. لازم يبقى دولة حضرتك، ده دولة، انا مش انا اللي هشتريها، مش انا كمصنع. ايوه طبعا، لازم يبقى موجود الدولة هي اللي بتبقى موجودة عشان تقيس بيها اذا كانت السيارة دي فيها وحدة القياس المطلوبة العالمية ولا لا. طب هيوفر لي قد ايه؟ كلمني فلوس بقى، هيوفر لي قد ايه لو انا قدرت اطابق المواصفات القياسيه العالميه؟ هقول لحضرتك حاجه، النهارده انا وانا عندي عربيه منتجه محلي هقدر، انا مش بخاطب بيها السوق المحلي فقط، انا بخاطب فيها الاسواق العالميه. انا عايز اصدر. انا عايز اصدر، فهجيب عمله للدوله بدل ما انا بستورد عربيات بدفع فيها عمله اجنبيه وبضطر ان انا العمله بتاعتي اشبع السوق المحلي واصدر. اشبع السوق المحلي واصدر سواء منتج كامل او مكونات محليه. انا النهارده لو صنعت زي ما سياده النائب قال جزء من السياره واهتميت بيه وصدرته، ما هو ده هيجي لي بالعائد بيه ان انا هيجي لي عمله اجنبيه. انا بس ما فهمتش قوي جزئيه ال 25%، يعني احنا دلوقتي لو المنتج هقول لحضرتك مثال، نص القانون الماده 23 من قانون الصناعه انه يعتبر منتجا مصريا لو 25% لو زاد المكون المضاف محليا عن نسبه 25%. هقول لحضرتك بمثال، الكرسي مثلا اللي انا قاعد عليه ده عشان حضرتك يبقى يعتبر انتاج محلي، انا بجيب احيانا طبعا، وده في الغالب العمل اللي بيحصل على مستوى العالم او على مستوى مصر تحديدا، الميكانيزم بتاع الكرسي نفسه بيجي من بره، بس انا بقدر اكون عليه الاسفنج وبكون عليه القعده وبكون عليه الحديد وكده، فهو اللي يضاف على الميكانيزم بتاع الكرسي مثال يعني لازم يزيد على نسبه 25% من المنتج نفسه عشان يبقى منتج محلي في مصر. يعني المنتج المضاف، يعني اللي يضاف على الجزء اللي انا بستورده من بره ما يقلش عن 25% من المكون المحلي. اللي هي النسبة اللي احنا وصلنا لل 46%، يعني زي نسبة السيارات اللي هي وصلت ل 46%، وبيقول الحد الأدنى تبقى 25%. 25% اللي يضاف على على المكون المحلي. المكون نفسه. المكون المحلي، يعني أي جزء في السيارة حضرتك لازم يوصل لمينيمم 25%. الإضافة، المضاف. مش جزء واحد. القيمة أي جزء، لا أنا بتكلم على مش جزء واحد. مش جزء السيارة. مش جزء، مش يعني لا يعني حضرتك بصي، خلي بالك العربية بتتكون من أجزاء كتيرة جدا. كرسي، تكييف، شكمان، ازاز، بطاريه، دي اجزاء كتيره جدا. فالنهارده انا اديت حضرتك مثال الكرسي ان هو مثلا لو يتم اضافه على كل جزء من العربيه، كل جزء لازم يعدي 25% مكون محلي. اضافه مش جزء واحد. لا لا تمام. احنا رجع لنا تاني ست النائب احمد سمير رئيس لجنه الصناعه بالبرلمان. اهلا بحضرتك يا ست النائب. ست النائب التليفون معانا يا شباب ولا ايه؟
سيادة النائب. طيب خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع تاني ناخد اتصال سيادة النائب احمد سمير، لانه جزئية السيارات الكهربائية دي مهمة جدا. احنا بنحاول دلوقتي نفتح اكتر من موضوع في هذا المجال بصفة عامة عشان نعرف كيف يمكن ان تستفيد الدولة المصرية من مجال السيارات وصناعة السيارات اللي هي طبعا من الصناعات المهمة جدا. فاصل ونرجع، خليكم معنا. أرقام كتيرة جدا واستراتيجية ما زالت لم ترى النور حتى الآن لها علاقة بصناعة السيارات. بنتابع هذا الحوار مع ضيفي الكريمين، الأستاذ خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، والأستاذ محمد أباظة الخبير في مجال السيارات. أهلا بحضرتكم مرة ثانية. تعليق حضرتك إيه على الأرقام؟ لأنه فيها جزء من اللي حضرتك قلته في البداية، كون الأوروبي أو السوق الأوروبي، العربيات الاوروبي زايده او واخده حجم من السوق 54%، فده طبعا مؤشر واضح جدا ان الناس بقت بتتجه للاوروبي اكتر من الكوري او الياباني او الصيني، لان هو بقى بس الياباني طول عمره والالماني طبعا قبله، مش كده يعني؟ الالماني ما هو الاوروبي، فالاوروبي هو النهارده الناس غير الياباني غير الكوري بالظبط غير الصيني. فالناس بقت بتجري على الاوروبي لان هو بقى سعره يمكن اقل او بنفس سعر الكوري او الصيني، مش الصيني يعني، ممكن نقول الكوري او الياباني. الغالبيه العظمى يا استاذ محمد من الناس بتهتم بالامان والعربيه المتينه والصاج المتين ووسائل الامان وعناصر الامان، ولا السعر بصراحه؟ هو دلوقتي السعر، هو على طول السعر يعني هو السعر رقم واحد طبعا، يعني السعر رقم واحد. بس في ثقافة عندنا اللي هي ان انا ادفع اكتر بس ابقى مطمنة وانا راكبة العربية، عندنا طبعًا الثقافة دي اكيد طبعا، بس هي البادجت والامكانيات فئة معينة، امكانيات هي اللي فئة معينة، فئة ما بتزيدش عن 5% من السوق او 10% من السوق. الامكانيات هي اللي بتحجم ان الناس تفكر في الامان اكتر او الشكل او الرفاهية قد ما هي عايزه تقتني العربيه باي شكل وباي صوره، وبتقترض وبتعمل محاولات كتير جدا عشان تقدر انها تبقى عندها وسيله مواصلات بالنسبه لها امنه وفي نفس الوقت مريحه. لانه قلت اولا الـ السعر، السعر هو رقم واحد، رقم اتنين اعاده البيع، البيع اللي هو ان سعرها ما ينزلش قوي لما اجي ابيعها بالظبط، اللي هو ريسيل فاليو، وقطع الغيار والرانينج كوست اللي هي المصاريف الشهريه والسنويه على العربيه. هم دول اكتر حاجه بيحكموا على قرار الشراء وبيتحكموا في قرار الشراء. فدي بس علق حته صغيره مهمه قوي طبعا على بردك على الحته الاوروبي دي، برده خلينا
نوضح صوره مهمه جدا، نقطه مهمه جدا يمكن الناس كتير جدا ما تفهمش او ما تعرفش، ان ليه الاوروبي زاد نسبه دخوله مصر. هي مشكله مش مشكله خصم الجمركي فقط هو اللي بتحاج بيحكم المستهلك، مع ان حتى الخصم ده زي ما استاذ محمد قال المواطن ما بيستفيدش منه في النهايه. ومشفوش. لا للاسف في حاجه ثانيه حضرتك، مشكله الاشتراكات الاوروبيه دي ساعدت على تخفيض الجمرك، فاصبح الجمرك اللي يتم تنفيذه على السيارات الاوروبيه وصل ل 12% فقط من اجمالي السيارة. في بعض الناس تحايلت على هذه الاستراتيجية على هذه الاتفاقيات ودخلوا سيارات غير أوروبية عن طريق أوروبية على إنها أوروبية، فتمتعت بالخصم الجمركي واستفاد بيها هو المستورد وليس المستهلك. وده على فكرة بيحصل في حاجات كتير مش بس في العربية، وده ضيع الدولة مبالغ رهيبة، وضيع على المواطن خصم كويس، وضيع على المواطن خصم. هو مش المواطن، مش المواطن ما تعرضش للخصم، ولكن في بعض السيارات بتنتج في دول مش اوروبيه بس بالتحايل بيجيبوا شهادات انها تم تصنيعها في اوروبا ويدخلوها مصر لانها تم تصنيعها في اوروبا. فعشان كده النسبه حضرتك زادت في اوروبا، مش هو مشكله الجمرك فقط، لا هي مشكله ان في تحايلات حصلت على الاستيراد وبيسموه الاستيراد الرمادي، لانه بيتم رمادي لانه مش جاي الطريق الصحيح، لان حضرتك جه من سكه مش مظبوطه. فالنهارده المستهلك هو المستهلك ما عندوش اي مشكله انه يشتري العربيه بنفس السعر المعلن. تمام، بس اللي استفاد بالفرق ده كله هو المستورد. طيب قبل ما ادخل في جزئيه تانية مهمه جدا طبعا متعلقه بالطرق وتكدسات المروريه ورؤى حضراتكم المختلفه لعلاج المشكله المزمنه اللي موجوده معانا دي، حركة ليك بس نقطة تعليق على جزئية الوحدات القياسية بالزبط. وانه انا كنت سألت حضرتك انه احنا محتاجين ايه عشان نصل الى المواصفات القياسية العالمية، حضرتك قلت ده الدولة اللي بتشتغل على الطرق، لازم يكون عندنا وحدات لقياس هذه المواصفات القياسية عشان يبقى عندنا. ما انا خلي بال حضرتك احنا النهاردة لو ما عندناش صناعة محلية مش هيبقى لنا تواجد. الصناعة هي قاطرة، صناعة السيارات هي قاطرة الصناعة في مصر. احنا بنعتبر من ثالث او رابع اكبر دخل على مستوى الدخل القومي في مصر. احنا بندفع جمارك، بندفع ضرائب، بندفع مرتبات العماله، بندرب ناس، بنعمل استثمارات في مباني، بنعمل استثمارات في مراكز خدمه، بنعمل استثمارات في مصانع. فاحنا عندنا قاطره الصناعه السيارات دي رقم مهول بيصرف سنويا. فاحنا ليه ما يبقاش عندنا استراتيجيه واضحه وصريحه توضح ان مصر قادره على تجميع سياره يتم استخدامها داخل مصر وخارج مصر؟ ليه انا استنى الاوروبي يبقى عندي اتفاقيات؟ هو انا مش عندي يا فندم بعض السيارات زي التويوتا فورتشنر ولا عندنا حاجات كتير جدا، وعندنا حاجات كتيره صح، مش دي عندنا حاجات مصنعه، عندنا حاجات كلها تجميع طبعا، اللي تجميع مش تصنيع. ما عندناش تجميع، ما عندناش تصنيع خالص. انا بتكلم على ايه، ليه انا ما بقاش مصر كلها بتصنع؟ وده اتجاه الدوله. مصنع النصر اخباره ايه يا فندم؟ لا مصنع النصر اللي انا اعرفه انه متوقف، وفي مش في كلام ان هو هيرجع يشتغل تاني؟ كان في كلام بس هو توقف الكلام تاني مره اخرى للاسف. احنا عندنا مصنع رهيب يعني ده من المصانع الحقيقه اللي ده قطاع اعمال عام بالظبط. ده من المصانع واللي هي يعني زعلنا عليها جدا. عدد يعني مصنع كمصنع كقيمه ليه طبعا قيمته كبيره جدا، بس مشكلته ان هو ما بقاش فيه حد مهتم بيه. يعني انا بحتاج ان انا من واقع برنامج حضرتك ان لازم حد يتبنى مصنع شركه النصر، حد يتبنى المصانع اللي ممكن تتخلي للدوله او تخلي للمستهلك المصري كيان. وانا النهارده لما يبقى عندي كيان اقدر اجمع فيه سياره مصريه واصدرها بره هتجيب لي دخل، بس يبقى عندنا مواصفات قياسيه زي ما قلت لحضرتك، عندنا اتفاقيات. الاتفاقيات اللي بتتم دي كلها بيبقى في احيانا بتبقى في قرارات بيحصل فيها اتفاقيات احنا بالدور المنتج المحلي. ما انا النهارده لو انا عندي اتفاقيه مع اوروبا او اتفاقيه مع المغرب او الاتفاقيات اللي هي موجوده دي كلها على مستوى الاتفاقيات الموجوده في مصر، طب ما انا حضرتك مش هيبقى عندي منتج محلي، هيحصل ازاي منافسه ما بين المنتج المحلي وان انا اقدر اجيب عربيه مستورده بدون جمارك؟ استاذ محمد انتوا في المجال ده بتهتموا مش بس بفكره العربيات والتصنيع، بس كمان فكره ازاي نقدر نحافظ على شارع صديق للبيئه ما فيهوش التكدس اللي احنا عايشين فيه طول النهار. العربيات وفكره التامين والتامين الاجباري، الزاويه دي مهمه جدا، واعتقد انه في ناس وحضرتك منهم ليهم رؤى متعلقه بازاي ممكن عن طريق ضبط هذه المنظومه ان انا اساعد في تخفيف العبء المروري والتكدسات المروريه. قد يكون في حلول خارج الصندوق الى حد كبير جدا ممكن الحكومه والدوله تسمعها ونبدا لو واحده واحده ننفذها نقدر نتحرك في الملف اللي احنا يعني حقيقه محشورين فيه كلنا، موضوع الزحمه ده بقى لنا سنين.
والله الدولة بتتحرك في موضوع الطرق ده بشكل رهيب جدا، وبيعملوا توسعات فوق الممتازة، وبيقربوا البلاد من بعضها بطرق دائرية. صحيح. شيء فوق الممتاز. لكن احنا دايما عندنا داخل القاهرة الكبرى دايما في ازدحام شديد، بيرجع لكذا سبب، اولهم طبعا العربيات المتهالكة فبتبوظ كتير على الطريق فبتعطل فبتعمل زحام. ما عندناش اوناش انقاذ او وسيلة جر سريعة عشان لما العربية تتعطل ان احنا نقدر نحركها بسرعة عشان الدنيا تتحرك. فدي وسائل مساعدة مهمة جدا لازم تكون متوفرة. احنا عندنا الحفر والبلعات والحاجات دي اولا ده هدر من الدخل القومي وبيسبب عبء كبير جدا على المواطن، بلس طبعا الحوادث والارواح اللي بتروح ضحية الحفر والشوارع اللي مش مرصوفة بشكل سليم. وده طبعا يرجع للاحياء، لان طبعا الاحياء هم المسؤولين الاوائل. صحيح. عن الكلام ده. ولسه النهارده الحمد لله حركه المحافظين طلعت، بقى نتمنى ان شاء الله بجد يبقى في اهتمام اكتر بالملف ده منهم. ده هيفرق كتير جدا مع المواطن، وهيسرع حركه المرور، مش هيبقى في حوادث، مش هيبقى في تكلفه على المواطن زايده بالعفشه او الكلام ده كله او الكاوتش، ان هو كل شويه بيغير كاوتش او بيغير عفشه بسبب الحفر والنقر والمطبات، المطبات اللي مش مدهونه، كل الحاجات دي بتعمل ازدحام مروري. عندنا مثلا على كوبري اكتوبر بيبقى فيه الطريق كله كويس، لكن في جزئيه معينه هي اللي صغيره جدا وضيقه. نزلت صلاح سالم؟ لا، هي نزلت صلاح سالم دايما فيها مشكله، وفي اللي هي نزلت رمسيس برضو قبليها الدنيا ضيقه جدا عشان ضيقه كمان، فالحته دي هي اللي بتعمل دايما الازمه كلها. فدي محتاجه شويه علاجات بشكل او اخر. انا كنت في اليابان لقيت في كباري 4 ادوار. ده كوكب يا فندم اليابان حضرتك، مش دولة يعني اليابان، كوكب اليابان. في تصرفات تقدر للحتت الخانقة دي نقدر نعمل ليها علاج، بحيث ان احنا كباري 4 ادوار في اليابان، وفي انفاق 4 ادوار، وفي انفاق 4 ادوار في اليابان برضه. فالموضوع حلول الطرق، بس هرجع اقول ان لو احنا وقفنا ان العربيات اللي بقى لها اكتر مثلا من 20 سنة تخش القاهرة كبرى، مهما عملنا من توسعات مش هتغطي، لان احنا كل سنة بنبيع حجم وما عندناش تكهين بنسبة كبيرة. لازم التكهين ده يتم، لازم على الاقل القاهرة الكبرى بالجيزة بجميع البلاد السياحية زي شرم الشيخ والغردقة لازم يبقى فيه اولا التكاسي كلها لازم تبقى كهربائية، لازم يبقى فيه وسائل مواصلات نظيفة، ما يبقاش فيها التكاسي اللي هي القديمه والكلام ده كله. الكلام ده كله لازم يعدم عشان السياحه، وننجح في السياحه نبدا بوسائل مواصلات امنه ونظيفه، ما تبقاش قديمه جدا، لان القديم ده هو اللي دايما بيتعطل وبيبقى فيه مشاكل. في بلاد كتير جدا بتعمل الترخيص لمده سنه فقط عشان لازم يبقى فيه كشف عشان على اجبرك صحة انك تيجي ابص على العربيه. وفي بلاد تانية كتير عاملة مع التوكيلات ومراكز الخدمة ان هي اللي بتدي صحة وسلامة العربية، عشان النهاردة في مصالح متضاربة. يعني انا مصلحتي ان انا ابيع لك قطع غيار، فما ينفعش اديلك الجواب ان عربيتك سليمة والعربية فيها مشاكل، فمش هديها لك غير لما تعملي المشكلة الفلانية عشان انا استفيد واكسب. فانا مش هاجي مع العميل على الدولة، بالعكس مش مصلحتي، هيبقى مصلحتي ان انا ابيع له الحاجه او العيب، اذا كان في الموتور او في الفتيس او في الكاوتش او في حاجات كتير جدا لازم بتتعمل ليها اهلاك او تغيير، بغض النظر هي المفروض تتغير ولا لا او باظت او لا. زي الكاوتش مثلا، المفروض لو عدى وقت عدد كيلومتر معين لازم يتغير، لو عدى سنين معينه لازم يتغير، حتى لو ما فيهوش عيوب، لو ما فيهوش اي حاجه، لانه بينشف وممكن يفرقع في الطرق ويعمل كوارث. فلازم يبقى فيه متابعات للصيانات عن طريق التوكيلات، والتوكيلات دي هي اللي بتدي صحه للمرور ان هو يرخص العربيه.
ده مش موجود عندنا في مصر يا فندم. الثقافه دي مش موجوده عندنا في مصر. هو ده كان موضوع الدرس لكن برضو ما ظهرش عالميا. حضرتك الاستاذ محمد بيقول ان احنا كان عشان الواحد يرخص لازم يجيب شهاده من الوكيل ان عربيته صالحه. بالظبط. بس كل الكلام ده كلام كويس جدا نظري حلو قوي بس نظري. حلو نظري. احنا بقى في مصر نقدر نعمل ايه؟ يبقى عندنا احكام واضعه على المخالف. لو كل واحد خالف وما جابش واسطه يشيل المخالفات اللي عليه، حضرتك انا هخاف اعمل مخالفه فاقف، هخاف اقف غلط، فالطريق هيتفتح قدامي وهيبقى ما عنديش مشاكل. لكن طول ما انا عندي ما بقدرش. حضرتك الامارات والدول العربيه دي حضرتك ماشيه ازاي؟ انت حضرتك عملتي المخالفه بعد 3 دقايق بتلاقي على الموبايل بتاعك مسج انت عملتي مخالفه في الحته الفلانيه وعقوبتها كذا. بس دي يا فندم تاني هنرجع لموضوع البنيه التحتيه يا فندم، اتصالات وشبكات يعني علشان اطبق ده قبل ما ازرع الثقافه دي عند الناس عند المواطن وحتى عند الدوله محتاجه يا فندم مبالغ ضخمه جدا. البنيه التحتيه بالنسبه أطبق للكاميرات ومراقبه الطرق والاشارات والكلام ده كله بص امر سهل جدا. بص اخر 6-7 شهور كده كميه الجرائم اللي الحمد لله بسرعه قدرنا نقبض على المجرم مثلا فيها اغلبها كان بسبب كاميرات. نجحنا في حلها. ما هو حضرتك النهارده في الاحياء بقوا بيجبروا كل المحلات انها تركب كاميرات على صحيح. محلاتها عشان يقدروا يتتبعوا اي سرقه او خطف او اي حاجه، يقدروا يوصلوا عن طريق الكاميرات اللي موجوده في شوارع مصر كلها. دي خطوه كويسه جدا وحاجه ايجابيه، لكن اعتقد ان احنا محتاجين ان احنا نحل حلول اكثر واقعيه بان احنا يبقى في رقابه على الصيانه، لان بند الصيانه ده شيء مهم جدا جدا جدا. فلازم يبقى الترخيص بتاعي لمده سنه مش ثلاثه. واحكام رادعه زي ما قال استاذ خالد. الاحكام الرادعه دي حاجه ثانيه مهمه قوي بتحصل في اوروبا كلها. يعني في اوروبا كلها حضرتك انا النهارده ممكن نتفق ان احنا كل النهارده كل بيت مش اقل من عربتين، يعني كل بيت النهارده لا يقل عن سيارتين. انا ممكن استغني يوم عن رقم فردي اشغله ورقم زوجي اشغله، يعني النهارده اشغل رقم فردي كان النهارده مثلا يطلع يوم السبت، يوم الاحد يطلع رقم زوجي، يبقى انا عملت رقم ايه؟ رقم عربيه يعني؟ رقم اللوحه. رقم اللوحه رقم بس ده كنترول هيبقى صعب جدا. ما هو النهارده خلي بالك يعني عشان انا عندي اعمل اكمنه ثابته هعطل الدنيا اكتر عشان اقدر بص اشوف. بص استاذ محمد احنا بندفع كتير قوي في الترخيص، احنا بندفع ارقام مهوله في الترخيص دلوقتي وبيتعمل على نسبه كبيره، ويا ريتها بتروح وزاره الداخليه فنقوم نزود ونركب كاميرات مراقبه، بتروح وزاره الماليه في النهايه. يعني هي طبعا كلها للدوله بس يعني قصدي انها تخصص حتى للداخليه. احنا ممكن لو كل عربيه بتترخص النهارده خصصنا منها مبلغ زهيد لصيانه الطرق والصيانه والعمل اكمنه وعمل رقابه على الطرق، اعتقد ان احنا هنتفوق عن نفسنا. انا النهارده لما بشوف حاجه غلط ما اعملهاش غير مش هيعملها. صحيح. وقلت الغير طول ما احنا سلبيين وما بنعملش صحيح. غير اللي احنا جدا مع حضرتك ان احنا كل حاجه احنا ما عندناش فلوس احنا عندنا كل حاجه بس احنا ما عندناش ثقافه. ما حدش عايز يغير. بالنسبه للامكانيات هو الموضوع سهل جدا لان هي اي حد كبزنس مان بيبص على الموضوع وين وين سيتويشن. لو انا النهارده جيت قسمت القاهره الكبرى والجيزه او مصر كلها مناطق وابتديت ادي شركات مصريه ان هي تركب الكاميرات وتركب الانفراستراكشر دي في نظير انها هتاخد نسبه كذا في المخالفات، فهتلم مخالفه تكلفتها في خلال 7 سنين 5 سنين 3 سنين 10 سنين على حسب كل بروجكت. الدولة هتتسمح له ان هو هياخد المخالفات دي في نظير ان هو هيعمل لك البنية التحتية دي. اي حاجة في الدنيا ليها سوليوشنز، مفيش حاجة ممكن توقفنا. الحوارات المجتمعية يا فندم الكارثة الكبيرة اللي بتحصل في الحوادث من وجهة نظري اللي بتعمل زحام هي الحوادث. وفكر المصريين او القوانين اللي موجودة بتقول ان احنا لما نعمل حادثة لازم نفضل واقفين بالساعة والساعتين عشان الشرطة تيجي وتعمل محضر. صحيح. دي بتسبب كارثة مرورية جدا، بتسبب عبء على الدولة لان بيبقى فيه 2 كيلو ورايا واقفين عربيات ويمكن اكتر، والناحية التانية بيبقوا واقفين عشان يتفرجوا على الحادثة. فبيبقى الشارعين وقفوا للأسف. دايما يقول لك مش مشكلة في الحادثة، المشكلة في اللي بيقف يتفرج على الحادثة. وبيتعمل حوادث تانية يعني. اللي بيقف وبيهدي عشان يتفرج بيعمل حوادث تانية. واللي بيركنوا طبعا في اي حته عشان ينزلوا، في عربيات كتير جدا بتتشال في الطرق وبتعمل حوادث اكتر بسبب ان هم نازلين يساعدوا او نازلين يتفرجوا. فطبعا القانون هنا بيقول ان انا لازم عشان لو انا مامن لازم اجري ادور على التامين بتاعي، فلازم اعمل محضر عشان اثبت الحاله. الموضوع هنا في مشكله كبيره جدا ان او في تعارض
ما بين ان انا عايز امشي الطريق وما بين ان انا عايز اخد حق الدولة او حق التأمين. فالنهاردة التأمين لازم يشترك مع الدولة بان احنا عندنا تأمين اجباري. التأمين الاجباري ده بيبقى عشان بيصرف بس لا قدر الله لو في حالة وفاة او حاجة زي كده. لكن المفروض التأمين الاجباري ده يبقى التأمين على السيارات شامل من خلال الدولة. مفيش حاجة اسمها اتنين يخبطوا يقفوا. هم ممكن ينزلوا يسلموا على بعض ويطمنوا على بعض ويمشوا. لكن عشان يقفوا، لان كل واحد بتطمن ان التأمين الاجباري ده هيغطيه، لازم يبقى التأمين الاجباري شامل فيه التصليح عن العربية اللي اتخبطت والتلفيات اللي بتحصل على الطرق. طب وفكرة مين اللي غلطان؟ الموضوع ده ما هما بيقفوا عشان كده يا فندم. ما هو كل واحد عايز يثبت حقه في المحضر او في عند شركة التأمين بتاعته. تمام. هو دي في ضوابط تانية نقدر نحكم بيها الكلام ده. بمعنى النهاردة المخالفات والسرعة، يعني اللي بيعمل حوادث السرعة، المخدرات، الخمور إذا كان في ناس بتسهر أو بتشرب وبتمشي، السرعة الجنينية دي والغرز والكلام ده كله، هي دي الحاجات الأساسية بلس عدم الصيانة. صحيح. فلازم نحكم على السرعة ولازم يبقى في ردع زي ما خالد بيه تفضل قال. لازم النهاردة في برة دول كتير جدا بتقولك السرعة لما بتتكرر مرة واثنين وثلاثة في خلال شهر حضرتك بتتوقفي عن انك تسيري بالعربية او تتسحب رخصة عربيتك لمدة شهر او حضرتك بتتوقف رخصتك لمدة شهر واثنين وثلاثة، بيبقى في نيابة وبيبقى في تحقيقات. صحيح. فلازم يبقى في وقف وفي التزام وفي تصوير بالكاميرات. في دبي على سبيل المثال في الشارع حضرتك في اربع كاميرات عشان تصورك لو انت مش رابطه الحزام، عشان تصورك لو انت بتاكلي في العربيه او بتستخدم الموبايل او بتستخدمي الموبايل، بتصور العربيه لو في اي تلفيات، بتصور السرعه، كل ده بتصور وكل ده بعمل عليه كنترول. وحتى لو انا بجري وعارف ان هنا في كاميرا وبجري عايز بالكلمه اللي الاستاذ محمد قالها دي كلمه اخيره انا عايز بس يبقى زي ما الاستاذ محمد قفل كلمته ان احنا عندنا اهتمام بال بوجود رقابه ووجود كاميرات وان في تقدم. احنا لسه بنفكر ان نقنن التوك توك ونقنن التوسيكل ثلاث عجلات. العالم رايح في 2050 للسيارات الكهربائيه اللي ما اتكلمناش عليها. سيبت النائب موبايله فيه مشكله على فكره، احنا اتصلنا بيه تاني بس موبايله نفسه مش لاقط معانا. احنا عايزين لازم يبقى في عندنا استراتيجيه بس واحد. هنتكلم تاني ان شاء الله في الموضوع ده والسيارات الكهربائيه وهنتكلم وركن السيارات دي اخر حاجه بتكلم فيها بالنسبه لعامله الزحام. موضوع ركنه العربيه دي بتسبب كوارث كبيره جدا يا فندم. السياس بيوصلونا لصف تاني وثالث ورابع دلوقتي كمان. هو حضرتك برضو دي نقدر نجبر اصحاب العمارات اللي بانيه عماره 17 و18 دور ومش عامل باركنج والكلام ده كله، في نقدر نعمل كواريك ويبقى فيه زي جراج متعدد الطوابق من خلال كواريك مش مباني بتشيل العربيات فوق بعض. معلش الكواريك دي كوريك كبير زي بتاع مركز الخدمه بتاع الصيانه. ايوه. بيتحط عليه العربيه وبتحط فوقيه عربيه ثانيه وثالثه ورابعه وسيف وكل حاجه، وسيف وامان وكل حاجه ومفيش اي فيها اي مشكله. مطبقه في حتت كتير جدا زحمه في امريكا وفي حتت ثانيه كتير شفناها. هي المشكله ان حد يتبننا، نفسنا حد لازم يبقى في اجبار للمخالف. هو خالف وطلع بعماره مش مصرح بيها ما يعملش مشكله، ولازم يبقى في فعلا للشعب. ولازم يبقى في فعلا زي ما استاذ خالد قال فكره انه الدوله تتبنى الافكار دي. يعني احنا بس في الربع ثلث ساعه اللي فاتت دي قلنا طرحنا مجموعه من الافكار ومقترحات حقيقي مهمه جدا وبتمس حياتنا كلها، الامان في الشوارع، التكدس المروري، السلاسه، يعني حاجات كتيره جدا. انا بعتقد انه الموضوع ده مهم جدا واتمنى انه الحكومه والمحافظين الجدد ينظروا لموضوع السيارات وموضوع الشوارع وموضوع الطرق بنظر موضوع السياس. يعني في حاجات كتيره جدا الحقيقه وراكم، ملفات كتيره جدا في منتهى الاهميه. انا بشكر حضراتكم جزيل الشكر على هذا اللقاء وعلى هذه الافكار والمقترحات. الاستاذ خالد سعد الامين العام لرابطه مصنعي السيارات، شكرا حضرتك يا فندم.
والاستاذ محمد اباظه الخبير في مجال السيارات. شكرا حضرتك يا فندم. واشكر سياده النائب احمد سمير رئيس لجنه الصلاه اللي كان معانا هاتفيا. وان شاء الله نتابع هذا الملف وهذا الموضوع زي ما بنتابع دايما الموضوعات المتعلقه بحياتنا وحياه اطفالنا. واللي ياخد باله انه على مدار الاشهر الماضيه تعددت الجرائم اللي ليها علاقه بفكره انه اب يطلع خاطف ولاده او ام تطلع هي اللي وراء كارثه مثلا يعني احلت بيها الاطفال حلت بالاطفال. وهنا في سؤال مهم جدا، الفكره مش فكره بس تزايد جرائم خطف الاطفال، لا الفكره هنا هو لو الاب او الام هم اللي اخذوا اطفالهم ده بيتسمى خطف ولا لا، ولو تسمى خطف بيعاقب عليه القانون ولا لا، وما هو حكم الشرع في ان ياخذ الاب او الام اطفالهم ويحرم الطرف الثاني من رؤيتهم او حتى اعلامهم بانه الاطفال موجودين معاه. كل هذه التساؤلات ان شاء الله هنطرحها في الفقره القادمه مع سياده النائب عبد المنعم العليمي عضو لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه بالبرلمان، والدكتور عزت القط استاذ القانون المدني، والدكتور عبد المنعم فؤاد استاذ العقيده والفلسفه بجامعه الازهر. بعد هذا الفاصل حوادث الخطف والتعدي أصبحت في تزايد مستمر والضحية غالبا أطفال، الأمر الذي تداوله الرأي العام في الشهور الأخيرة مطالبين بتغليظ عقوبة خطف الأطفال. ففي يناير 2018 وافقت اللجنة التشريعية في البرلمان على تغليظها لتصل إلى الإعدام، حيث تنص المادة 289 من قانون العقوبات لسنة 2018 على أنه كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات. أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. ومع ذلك فإن التعديلات من هذا النوع عادة ما تتجاهل جريمة خطف من نوع آخر وهي خطف الأبناء على يد الأب أو الأم، الأمر الذي يجعل الطفل ضحية مرتين، الأولى ضحية خلافات الأب مع الأم والثانية ضحية عملية الخطف نفسها. وحتى الآن لا يوجد في قانون العقوبات نص صريح لعقاب الأب أو الأم في حالة قيام أحدهما بخطف الأبناء، بل يتم العمل أحياناً بمبدأ سلامة النية، كأن يدفع أب التهمة عن نفسه بأنه كان يحاول رؤية طفله إذا منعته الأم من زيارته في حالة طلاقهما، وعندها يقول الأب أنه لم يخطف الطفل بل كان يريد رؤيته وليس إيذاؤه، أو أنه كان سيعيد الطفل لأمه بعد رؤيته وقضاء وقت معه. وسيلة أخرى للهرب من هذه الجريمة هي أن لجوء الأب أو الأم الخاطفين لحجة الجنون، ويتم تحويل الأب الخاطف أو الأم الخاطفة لمستشفى الأمراض العقلية بدعوى أن ابتعاده عن الطفل سبب له مشاكل نفسية أو لم يكن يسيطر على أفعاله ولا مسؤول عنها. أما المادة التي تحدثت عن خطف الطفل من قبل والديه فكانت المادة 292 من قانون العقوبات، وهي ضعيفة جداً مقارنة بحجم الضرر الذي يمكن أن يتعرض له طفل مخطوف، حيث تسمي المادة الخطف في هذه الحالات باعتباره منع تسليم طفل لمستحق رعايته، وتنص على يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد عن 500 جنيه مصري أي الوالدين أو الجدين لن يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه،
حتى الآن لا توجد إحصائيات دقيقة بعدد حالات خطف الأطفال، لكن بعض المنظمات الحقوقية رصدت تزايد في حالات خطف الأطفال من 856 حالة خطف وطلب فدية في 2012 إلى 1700 حالة في 2014، وآخر رقم رسمي كان في 2015 من خط نجدة الطفل، وكان الرقم 412 حالة فقط، ولم تصدر بعدها إحصائيات رسمية على أن هذه الأرقام كلها كانت خطف أغراب أو عصابات للأطفال، ولم تذكر أي شيء عن خطف الطفل من قبل أحد الوالدين. نشوى عبد العاطي، مساء دريم. الحديث عن خطف الأطفال في الفترة الأخيرة أصبح شيء يعني مرهق ومتعب نفسيا، وطبعا دايما أي قضية أو أي قصة فيها خطف طفل أو اختفاء طفل بيصاحبها إما حاجات ليها علاقة بالواقع أو حاجات ممكن بقى تبقى من وحي الخيال، زي فكرة أطفال المريوطية الله يرحمهم، الثلاث إخوات اللي ماتوا محروقين في بيتهم، والأم للأسف بمساعدة صديقتها أخذتهم في أكياس ورمتهم. أول ما اتقالت القضية اتقالك ده تجارة أعضاء، ده مش عارف إيه. فالموضوع أو الفكرة نفسها، فكرة خطف الأطفال، بدأ الكلام عنها يزيد جدا الفترة الأخيرة دي، بيضاف إليها بقى فكرة لو الأب هو اللي خطف أطفاله ولو الأم هي اللي خطف أطفالها. في ناس أصلا بتقول لك يعني إيه الأب يبقى خطف أطفاله؟ ما اسمهاش خطف أطفاله، اسمها هو واخد الطفل عايز يشوفه. ما يمكن الأم حرمية من رؤية الطفل، ما يمكن مش عارف يشوف ابنه، ولا عكس صحيح بالنسبة للأم، وبالتالي ما تقولش كده. الحقيقة أنا بقالي فترة دايما بسمع كلمة الولاية الشرعية، فسمعت برضو وجهة نظر بتقول إنه الولاية الشرعية للأب أو الأم، وبالتالي ما فيش حاجة اسمها إنه ده خطف. لا، الشرع بقى لما نتكلم عنه والدين لما نتكلم عنه نتكلم مع المختصين ونعرف ما حكم الشرع في أن يأخذ الأب طفله بدون علم الأم أو العكس طبعا، وكيف اعتنى الإسلام بالطفل وكيف اهتم الإسلام بالطفل وكرمه حتى في تربيته. نتكلم إن شاء الله في تفاصيل كثيرة جدا مع ضيوفي الكرام اللي منورنا النهاردة، سيادة النائب عبد المنعم العليمي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهلا بحضرتك يا فندم. الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا. والدكتور عزت القط، مدرس القانون المدني، اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا جميعا. سياده النائب اسمح لي ابدا بحضرتك. والدستور والقانون بعتقد انه تحدثوا عن الطفل وحقوق الطفل، اهتموا بايه يا فندم فيما يتعلق بالطفل؟ هل التربيه؟ هل الحمايه؟ ليه دايما عندنا الانطباع انه بره في العالم الخارجي في اوروبا وامريكا بيقول لك حتى الام او الاب لو أذى ابنه، لو ضرب ابنه أو أذى بأي شكل من الأشكال ممكن يدفع غرامة أو يتحبس، وممكن يوصل أنه يتاخد منه ابنه، لأنه عندهم هناك الفكرة أنه أنت صحيح الأب أو الأم، لكن ده ما يديلكش الحق أنك تأذي ابنك أو تضربه أو تعنفه أو ما إلى ذلك. في حين هنا عندنا الثقافة أنه ابني وأنا حر فيه. لا، أنا أعتقد أن مصر في تشريعاتها سواء كانت اتفاقات دولية، قانون الطفل، أي حماية، النص الدستوري، لو أنت قريتي المادة المتعلقة برعاية الطفل في الدستور 2014 اللي وافق عليه الشعب وعمل به من 18 يناير 2014، هتلاقيها أطول مادة في الدستور 2014 بيتكلم على حقوق الطفل. حقوق الطفل أول برضو من الدول التي صدقت على اتفاقيات حقوق الطفل مصر. من عام 90 صدر قانون 260 سنة 90 بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/89. أيضا انفرد باب كامل في قانون العقوبات، حتى لو كانت العقوبة هتأتي على الوالدين أو الجد أو الوالد الطبيعي أو ما صدر قرار حكم محكمة برعايته، في أحكام مش سايبين أي حاجة.
فإذا هنا صاحبة الدعوة العمومية هي النيابة العامة حينما تقيم جريمة القتل الخطف سواء كان طفل المفروض أنه هو أقل من 18 سنة. القانون العقوبات جايب تجريم على أذى الطفل سواء كان عن طريق أسرته أو عن طريق غير يمكن بتصل لجريمة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن المشدد وفي بعض العقوبات بتصل للإعدام. إذن التشريعات القائمة دلوقتي ومستعدين نتكلم فيها تشريعات واجبة النفاذ تشريعات متعلقة بحماية الطفل في كافة أركانه. قلت إن هو الطفل في مصر بيتعرض لأذى وحقوق الإنسان يمكن رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة النهاردة عشان الإدعاءات التي ترد ضد مصر من بعض المنظمات الدولية على أن هناك في خلل في حقوق الإنسان. أول من حافظ على حقوق الطفل هي مصر سواء كان من قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 سواء كانت الاتفاقية الدولية اللي احنا قلنا عليها والمزايا المتعلقة بها سواء قانون العقوبات. طب تمام يا سيادة النائب، هي مصر قدمت ده ومصر يعني اشتركت في هذه الاتفاقيات وكانت اول من تحمس لفكرة اتفاقيات لها علاقة بحقوق الطفل، لكن على ارض الواقع يا فندم هل ده مطبق؟ هل ده حاصل؟ هو اي جريمة صاحبة النيابة الدعوة العمومية النيابة العامة اي جريمة بتقع في المجتمع سواء كانت على طفل او على انسان شخص طبيعي، مين اللي بيحققها؟ مين بيجمع السجلات؟ مين اللي بيسأل الشهود؟ النيابة العامة. هي النيابة العامة. النيابة العامة صاحبة الدعوة العمومية. احنا عندنا فصل بين السلطات، في السلطة القضائية سلطة مستقلة بتتخذ شؤونها وبتقيم الدعوة الجنائية. الباب المتعلق بالطفل وجرائم الطفل كلها بتحل محكمة الجنايات. يعني عقوبة فيها السجن المشدد إلى يصل إلى الإعدام. فإذا كانت النيابة العامة هي صاحبة الدعوة العمومية وهي بتجمل السجلات وهي بتسأل الشهود وهي بتقيم الدعوة، إذا هنا ما الخلل اللي موجود اللي احنا نقدر نعمله في جامعة التشريع؟ التشريع اللي موجود دلوقتي في مصر تشريع كافي لحماية الطفل، عملية الرقابة والمتابعة، جميع الأجهزة الرقابية سواء كانت أجهزة معنية أو غير معنية بتراقب حقوق الطفل، فإحنا ما عندناش مشكلة في طيب في هنرجع تاني لحضرتك ونتكلم على مجمل هذه التشريعات. حضرتك مش شايف ان في مشكلة او ثغرات في التشريعات اللي عندنا اللي ليها علاقة بالحفاظ على حق الطفل؟ بالظبط كده. طيب انا هتوجه بسؤالي للدكتور عزت عشان اخد بس الشق القانوني كمان قبل ما نعرف رأي الشرع. طبعا دكتور عزت، من واقع خبرة حضرتك ودراستك بتشوف هل بالفعل زي ما سيادة النائب ذكر انه التشريعات اللي لدينا والقوانين والاتفاقيات الدولية اللي مصر موقعة عليها ما بنحتاجش فيها لأي تعديلات لما يتعلق بحقوق الطفل، أم أنه ربما هناك بعض الثغرات حتى نحمي الطفل من فكرة الخطف أو الإيذاء حتى لو الإيذاء النفسي قبل أن يكون الإيذاء العضوي أو البدني؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية التقرير اللي تفضلتم بإذاعته اللي أنا فهمته منه ان هو صور ان جريمة الخطف عندنا ان المادة 289 من قانون العقوبات بتتكلم او بتعاقب كل من خطف شخص سواء كان طفل او غير طفل، واردف بعدها بقليل بتعرضه للمادة 292 من قانون العقوبات في حالة امتناع احد الوالدين او الجدين عن تسليم الطفل لمستحق رعايته. فبني الامر كما لو كان ان نص الماده 292 هو استثناء على نص الماده 289 وده على غير الحقيقه على الاطلاق. الحقيقه ان نص الماده 289 بيعاقب كل من خطف شخص ولم يفرق بين أن يكون الشخص هذا شخص كبير أو طفلا ذكرا أم أنثى، بالغا أو قاصرا، كما لم يفرق بين نوعية الخاطف، هل من الأقارب أم من غير الأقارب، هل هو من أحد الولدين أو سواهما. ما هو ده بقى محور سؤال، محور سؤال. الأب اللي ياخد ولاده نعم المادة بدون علم تستثني الأم ده اسمه خطف. نعم المادة لم تستثني، المادة لم تستثني الأب والأم كون أحد الخاطفين هو الأب والأم. من هنا حضرتك
يجوز تطبيق او استصحاب تطبيق نص المادة ديت اذا كان احد الوالدين الاب او الام ولكن بشريطها اخرى قرينة اخرى وهو توافر بقية اركان الجريمة وهو القصد المعنوي في جريمة الخطف. يعني لو حضرتك شفتي تدرج العقوبات في نص المادة بدأت بالسجن المشدد 10 سنوات تمام في حالة عدم اقتران جريمة الخطف بأي شيء آخر تمام؟ يعني ما كانش معاها ضرب أو أذى أو اغتصاب أو اعتداء أو أي حاجة، هو اختطفه فقط مجرد أنه انتزع حرية هذا الشخص. يعاقب الشخص الذي اختطف شخصا آخر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. دي مادة 289 تمام. حضرتك كنت بتقول حاجة على التقرير، نأتي إليه. إن المادة 292 الشق الأول في المادة 289 فقط مجرد جريمة قيام جريمة الاختطاف دون أن تقترن بها شيء آخر. فإذا ما صاحب الاختطاف طلب فدية تتضاعف تزيد العقوبة من 15 سنة على الأقل إلى 20 سنة. طلب فدية أو أي مساومة على أي أو حاجة، أو أي مساومة على أي شيء. يعني اقترن بجريمة الخطف أحد الجرائم الأخرى وضرب المشرع لها مثلا وهي طلب الفدية. تمام ممكن ان انا اخطف ابن حضرتك عشان أأثر على حضرتك تشهد شهادة اخرى او استفيد من وراها استفادة قد لا تكون مادية. تمام القانون شدد العقوبة مرة ثالثة اذا ما اقترنت جريمة الخطف بهتق العرض او مواقعة المخطوف. تمام فجعلها تصل الى عقوبة الاعدام او الاشغال الشاق المؤبد. يعني الاعدام فقط الإعدام في الخطف مع هتك العرض او الاختصاب في الحالتين. دي 292 لا دي 289 290 العقوبه بتاع الاعدام 290 الاعدام 290. طيب هو في القانون المعدل الجديد سنه 2018 وطبقا للتقرير اللي عرض هي نص الماده 289 من القانون اجراءات الجنائيه 2018 تمام اما نص الماده 292 فبيتكلم عن جريمه ثانيه اخرى خالص لا علاقه لها البتة بجريمة اختطاف، اللي هي هو يتكلم عن جريمة امتناع أحد الأبوين عن تسليم الطفل لمستحق حضانته. ده في القوانين بقى اللي فيها إبعاد الطلاق دي. ده قوانين ده المادة 292 من قانون العقوبات. أنا المحكمة حكمت للأم بالحضانة تمام؟ والأب ما رضاش ينفذ حكم المحكمة بتسليم الحضانة للأم أو العكس. الطفل في حضانة الأم والمحكمة حكمت للأب بالحضانة والأم مش راضية تنفذ حكم المحكمة لمستحق الحضانة سواء كان الأبوين أو الجدين. هو في يا فندم عقوبة عامة على فكرة عدم تنفيذ حكم محكمة ولا طبعاً. كل قضية لا وليها لا 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 هي 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 في نص عام عدم تنفيذ أحكام المحاكم ولكن خص المشرع عدم تنفيذ حكم الحضانة بهذه العقوبة. ده خصصه يعني بهذه العقوبة عدم تسليم الطفل لمستحق حضانته أو مستحق رعايته وخص فيها الأبوين أو الجدين سواء كان من ناحية الأب أو من ناحية الأم. تمام في هذه الحالة المشرع أفرض لها جزاء وهو ألا تزيد العقوبة عن سنة حبس وليس سجن. ده في عدم في حالة عدم تسليم الطفل عدم تسليم الطفل لمستحق حضانته. أفرض المشرع لها عقوبة سنة الحبس لا يزيد عن سنة تبدأ من يوم تنتهي بسنة. تمام والغرامة التي لا تزيد عن 500 جنيه بس دي تقريبا موضوع الحبس ده مش بيتطبق يا دكتور عزت. يعني أنا عمري ما سمعت مثلا عن حد محبوس ليه يا جماعة في مسجون أو محبوس عشان ما سلمش الحضانة. لا بتتطبق غالب يعني مثلا حضرتك اذا امتنعت الام عن تنفيذ حكم الرؤيه المحكمه غالب الامر بتديها حكم شهر الحبس وقد تبدا المحكمه بتنفيذ الغرامه ثم لو عادت الحاضن او الحاضنه لعدم تنفيذ حكم الرؤيه. ده في اباء يا فندم بتعذبوا لغايه دلوقتي في موضوع الرؤيه ده يعني حقيقي والام نكايه في الاب عشان تنتقم منه وما بترضاش تورث ابنه وقد يكون العكس وقد تكون العكس الام طبعا. هي اللي مش قادره بس هو لانه في اغلب الحالات الحضانه مع الام الحضانه القانونيه بتبقى مع الام. صحيح. تمام اللي يضاف في المسألة ان مصر من اولى الدول زي ما تفضل سيادة النايب اللي صدقت على الاتفاقيات التي تحارب جريمة اختطاف الاطفال. هنا قد يعمد الاب
الى فعلا خطف ابنه والسفر به خارج البلاد. ودي كارثة تانية بقى. دي كارثة تانية، تمام؟ احنا بنرى ان جزئية هنا، القانون عندنا مثلا في مصر لا يتيح استخراج جواز السفر الا عن طريق الاب. طب ولو الاب اخذ ابنه بره مصر فعلا؟ ما هو دي بقى المشكله اللي احنا بنتكلم فيها. انا بديله كده طريقه خطف ابنه وتهريبه بره البلد على طبق من فضه. لمعلومه حضرتك فضل. الام لا تستطيع ان تستخرج زواج سفر لابنها. الام لا تستطيع ان تستخرج زواج سفر لابنها، ويستطيع هذا الاب جواز سفر. ولذلك في بعض التشريعات في الدول زي فرنسا مثلا، في ان الطفل دون سن 16 لا يستخرج له جواز سفر الا بموافقه الابويه. ليتم استخراج جواز سفر له الا بموافقه الابويه. تمام يا فندم؟ تمام. فنرجع معلش في النقطه دي، عشان دي نقطه مهمه جدا. اتفضل. الام اللي عارفه انه زوجها او طليقها بقى بمعنى او زوجها بيستعد عشان ياخد الابن يسفره بره مصر، الاجراءات اللي هي تعملها ايه عشان تطلع قرار بمنع السفر؟ فضلا لو هي ولا سلكت هذا الطريق قد يصعب عليها ملاحقته في الفترة البسيطة، لأن استخراج منع حد من مغادرة البلاد أمر مش هين وبيأخذ وقت طويل، أمر ليس بالهين ويأخذ وقتا طويل. فالشاهد من الكلام أن القانون عندنا في مصر يعاقب على خطف الطفل حتى لو كان أحد الخاطفين هؤلاء هو الأب أو الأم. ولكن هي المشكلة، هل المحكمة زي ما سيادة النائب تفضل وقال النيابة العامة بتوصف هذا الفعل على أنه خطف أم لا؟ ده بيعتمد على ملابسات كل حالة، تمام؟ تمام. وأكبر دليل على كده إن كان عندنا حالات مواقعة أنثى من أب لبنته. والمحكمة لم تتردد لحظة واحدة أن تنزل أقصى العقوبة على الأب، بل اعتبرته ظرفا مشددة. كانت إيه يا فندم أقصى عقوبة أخذها؟ يعني الحالة اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، ودي سمعنا عنها فعلا. تمام. الأب الواقع بنته اللي تجرد من مشاعر الأبوة طبعا. ووقع الأنثى. كان الحكم إيه؟ الحكم تقريبا كان وصل لدرجة المؤبد. تمام؟ يعني ده لو تسأل أي حد في الشارع كده يقول لك إعدام. إعدام 290 بتقول إعدام. طيب. 290 قدامها أهي. كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأسجاد الشاق المؤبدة، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام. بنيجي بقى للجزئية هنا. الإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها. ما بالك بقى لو الاب يا فندم. هو دكتور عزت بيحكي عن قصه لو الاب خطف بنته وكمان اعتدى عليها جنسيا. لا هو جنسية. ما كانش كانت الواقعه لا تمثل واقعه خطف برضاها. الواقعه كانت لا بغير رضاها غصبا عنها. هو الواقعه ما كانتش ناتشئه عن خطف. وقعت مواقعه الانثى هنا او هتك عرضها او معاشرتها جنسيا ما كانتش نتيجه عن خطف. هي برضو هنرجع لنفس النقطه يا فندم، حق الطفل او حق الابن والابنه تجاه ابويه، الرعايه تجاه ابويه. انا اسمح لي بس اخد لانه دايما احنا بنرجع لراي الشرع في هذا الموضوع. دكتور عبد المنعم، يعني كيف اعتنى الاسلام بالطفل؟ قال لنا ايه الاسلام نتعامل مع الطفل ازاي؟ وفكره يعني تعليم السلوكيات والاهتمام بيه وان انا ابقى معاه واحده واحده، وعدم ايذائه لا 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 جسديا ولا نفسيا حتى، واخد بالي من كلامي معاه. يعني كلمنا في ده يا دكتور من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. عليه الصلاه والسلام. حضرتك لخصتي كل اللي امر به الاسلام في الكلمتين اللي قلتيهم حضرتك. كيف اعتنى الإسلام بالطفل؟ كيف رباه؟ كيف اعتنى بسلوكياته؟ بس قبل ما نتكلم عن هذه القضايا يجب أن أضع حتة معينة. أن تحضر أي دولة وتقدم أي دولة يوم ما نجدها تعتني بالأطفال وبالمرأة. صحيح. اي تحضر في العالم يقول لك المراه في الغرب بتعمل. ممكن اكمل حاجه ثالثه؟ اتفضل. وكبار السن والحيوانات. ما هو الاطفال والمراه وبعد كده وكبار السن كبار والحيوانات. شوف القران قال ايه بقى في الحاجات دي كلها. لكن الصوره الاولى مباشره دليل التحضر والمدنيه ليس استيراد قوانين لتعلمنا ماذا نفعل مع اطفالنا، ماذا نفعل مع ابائنا، مع امهاتنا، انما تعالي ننظر
إلى الأمر الداخلي القلبي الذي يعتقد اعتقادات لو خالفها هيدخل يا جنة يا نار، واحدة من اثنين، ما فيهاش لا يجيب لك محامي ولا عشرة ولا عشرين ولا قوانين ولا أي حاجة. زي إيه يا فندم؟ زي مثلا الطفل، أول حاجة قبل ما ننتج الطفل في المجتمع أنظر إلى الأب. الأب كيف اختار الأم؟ ما هي طريقة الاختيار؟ أي واحدة، واحد تعجب واحدة حلوة يروح يتجوزها، وتاني يوم تبص تلاقي المشاكل بدأت تدب لأنه ما عرفش إن الجمال ده ممكن ينتهي ولا صحيح. لكن في الآخر قال فاصفر بإيه؟ فاصفر بذات الدين تربت يداك. دي مش موجودة في المجتمع صحيح. الآن أغلبها يعني صحيح. الناحية التانية إن إحنا ما نظرناش إلى سلوكيات النبي مع الأطفال صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام النبي في حياته، أنا بقول دليل التحضر إيه في المجتمع المعاصر، إن أنا ما ضربش طفل ولا امرأة مثلا. النبي في حياته كلها لم يضرب طفلا على الإطلاق، ولم يثبت في سطر واحد من سطور التاريخ أن النبي ضرب طفلا أو ضرب امرأة صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تعالي شوف المجتمع الآن مش عارف الحاجة دي. ده احنا بنهزر مع بعض بنقول الام دلوقتي بتمشي بالشبشب لاولادها علشان المذاكره، وتمسك الشبشب للتاني. فالقضيه اكبر مما الوعي الديني اللي احنا بندور عليه. ده ما نتكلمش عن الدين، تعال نشوف قانون رقم كذا، قانون رقم كذا. طيب احنا هندخل في متاهه وسيقان القوانين، والقوانين مطلوبه وهننسى اصل الدين. لكن تعالي انا نشوف النبي، ده النبي عليه الصلاه والسلام يوم دنا من خدر فاطمة وقال لها يا فاطمة إن عليا يذكرك، يعني عاوز يخطبك، بكت ليه؟ لأنها عارفة الأب بيعتني بيها، عارفة الأب بيحضنها، عارفة الأب مش بياخده يقتل ابنه، عارفة الأب مش بيروح يرميه في ترعة، عارفة الأب مش ما بيهملش ابنه عشان يصدر له قوانين الإهمال للطفل في الشارع مع أصحاب السوق وما يسألش فيه ولا يتابع ولا يلاقي. السلوكيات اللي انت تحدثت عنها، سلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، يمسك ابن عباس كده ويحضنه ويقول له يا غلام لما تيجي تاكل شوف الاتيكيت الإسلامي بقى، احنا بنقول اتيكيت الغرب، شوف الغرب بيعمل ايه، الشوكة والسكينة، شوف بقى سيدنا النبي يقول للطفل يا غلام، يا غلام ما قالهوش يا ولد يا ابن كذا، بدأ يتكلم معه بأسلوب هادئ، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك إلا لقطات الثلاثة الحلوة دي. شوف الأدب والأخلاق، الولد ما يلغوش في الله، وأول حاجة يبدأ بتسمية الله، وبعد كده يأكل مما يليه، مش يأخذ في أي مكان. هذه تعالي بعد كده يجي ربنا يقول لك الولد ده حافظ عليه من قبل ما وهو في بطن أمه، أن تختار له الأم الطيبة، ده رقم واحد. رقم اثنين ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. اللقطة الثانية نحن نرزقكم وإياهم. طيب بيقولوا مثلا فلان المتهم بقتل أولاده، المتهم بقتل أولاده بيقولوا أنه هو كان رجل ثري، إذن القتل ليس قضية أموال ولا فقر، فإذا وجد من يقول أن الفقر هو سبب قتل الأولاد، طب تعال نشوف الثاني اللي عنده أموال وبيقتل الأولاد إيه السبب؟ قضية أن الوازع الديني مش موجود. يا دكتور إحنا بقينا دلوقتي بنقول القيامة قربت، وده من علامات الساعة، من علامات الساعة، من علامات الساعة أن أم تقتل ولادها، أو لو ولادها ماتوا غصبا عنها تاخدهم في كيس وترميهم في الشارع، أو أن أب يقتل ولاده، ده من علامات الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم كما قلت حضرتك هذه النقطة بالذات، وبيقول من علامات الساعة، من علامات الساعة كثرة الفتن وكثرة الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ أشار النبي بيده كده قطع القتل، القتل أيوة، وده اللي حاصل، دي من علامات إيه؟ الساعة. من علامات. إذن أنا معي عدم توعية في المجتمع قبل ما أجري على المحاكم واتعب المحاكم واتعب القوانين، في أعالج المشكلة عن طرق ثلاثة. الطريق الأول الكنيسة والمسجد، الطريق الثاني المدرسة. صحيح. تكاد المدرسة الآن لا يوجد فيها أي وعي على الإطلاق، لا بسلوكيات الأطفال ولا بسلوكيات الأساتذة، يغيبون قبل الأطفال،
والولد شاف الاستاذ غايب مش جاي تاني يوم، ما عنديش قدوه يا فندم. يبقى اذا ما عنديش قدوه. يبقى اذا التربيه والتعليم، اين كلمه التربيه والتعليم كنا نرددها زمان؟ التربيه افتقدت والتعليم ما حدش موجود فيه. لابد من عوده الاثنين تون. الثالثه الاعلام. الاعلام لابد ان يحرض تحريضا كاملا على الرجوع الى الاخلاق. لكن كل يوم انشر السلبيات ولا اتي بايجابيات، لا انشر طرق التوعيه في المجتمع، كيف تحترم ابوك؟ كيف تحترم امك؟ كيف اني انا ابين للاب انه الولد ده مسؤوليه امامك امام الله سبحانه وتعالى. وازاي دور الاعلام نبرز النماذج الايجابيه من الشباب والفتيات حتى اللي بيعملنا وما اكثرهم من اجل دعم الاباء والامهات، بدل ما نقرا عليهم فقرات من سوره الاسراء مثلا، ولا فقرات من تربيه الاوصين الانسان بوالديه، نقدم له فيلم كذا، فيلم الديزل، فيلم الاسطوره، فيلم كذا الى اخر هذه الاشياء. يا قدم كما تشاء بس اجعل فيها لقطات تربويه. الان لا توجد لقطات تربويه للاباء قبل الابناء. انا اريد ان اربي الاباء قبل ما ينجبوا الابناء. اربيهم ازاي؟ في المدرسه، في التعليم، في الكنيسه، في المسجد، في الاعلام. وحضرتك شايف انه لا علاقه للفقر او للناحيه الماديه بفكره الاحتواء الاسري للاطفال. الواقع في المجتمع الان انه في ناس بتقتل وهي ثريه، في ناس بتقتل وهو في كامل بس شارب كاس خمر، لاني ما يعرفش حاجه. خمس مرات في اليوم لما يدخل المسجد ويسمع ايات قرانيه ويسمع التوصيه بالاولاد والتوصيه بالامهات والتوصيه بالزوجه وعشرهن بالمعروف والتوصيه وصينا الانسان بولد. بالله عليك كلمه واحده قد تغير حياه الانسان. كل ده بدا اول ما تكلم انت هتوعظ لي، انت هتاخدني مع موجود ابو فاطمه، ابو فاطمه هيودينا. ابو فاطمه ما يروحش للناس اللي ما تتبعهوش، ولا ما يبقاش شفيع للناس التي لا تتبعه. ابو فاطمه عليه الصلاه والسلام كان يعتني بفاطمه، وكان يعتني بالحسن، وكان يعتني بالحسين، وكان يصلي وهم يركبوا على كتفه، والسيده عائشه هي ومعاه، وكان بيلعبها ويدلعها وتنظر الى المسجد لترى الاحباش الصغيرين دول غلمان الاحباش في يوم العيد بيغنوا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف لغايه ما تنتهي من فرحتها. فين معاشره الرجل لامراته؟ فين معاشره الرجل لاولاده؟ كل هذه الاشياء تحتاج الى رجوع لسلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما نرجع للقوانين الدوليه وقبل ما نرجع لقوانين مجلس النواب ومجلس الشعب. تعبناهم في القوانين، لكن يجب علينا أن نساعد الدولة في أن احنا ننشر الوعي وثقافة التعايش، ثقافة الأدب، ثقافة هو فرعون كان إيه شغلته؟ كان قاعد يقتل الأطفال. جاء الإسلام حمل الأطفال. النهاردة اللي بيقتل طفل أو امرأة تقتل فيها فرعون صغير في قلبها. يجب أن نخرج فرعون الصغير ده لندخل مكانه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على من واسى طفلا مات عصفوره، ألم يجدك يتيما عليها أفضل الصلاة والسلام. فآوى الطفل اليتيم والطفل الصغير والطفل كل هذه الأشياء. ده حتى في الرضاعة يا أختي اعتنى به الإسلام في الرضاعة. صحيح. وقال لأمه خليك في البيت، وإنت يا فلان يا بعلها عليك تعطيها النفقة عشان تتغذى وتبقى قوية وبعدين ترضع الولد. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم حتى الرضاعة. لكن حماهنا تقعد في الأوتوبيس أو في المترو وترضع الولد حماية لعرضها وحماية لطفلها. كل هذه الأشياء مفقودة في مجتمعنا. يجب أن تعود هذه الأخلاقيات إلى المجتمع، والله سنكون في أرقى أنواع المجتمعات، وهذا ما حسن عليه الإسلام. سيادة النائب، هل في مقترحات بتغيير بعض التشريعات المتعلقة بالقانون؟ وأنا برضو هتوجه بالسؤال ده بعد حضرتك للدكتور عزت. هو يمكن الحكومة قدمت تشريع وجنب لجنة الشؤون الجنسية والتشريعية في زواج القاصرات، لأن زواج القاصرات كيف يتم زواج طفل أقل من 18 سنة؟ دي مخالفة للقواعد القانونية ومخالفة لقانون الطفل ومخالفة للاتفاقيات الدولية. يمكن الدولة في مشروعها بتجرم تلك القضية، سواء من ساعد على زواج طفل في أقل من 18 سنة، وبتجرم أيضا المأذون الشرعي الذي كتب
او شاهد على زواج الطفلين. ده يمكن اخر حاجه. وبعدين اللجنه طبقا للماده 7 من الدستور احالته الى فضيله الشيخ الجامع الازهر عشان ناخد الراي الشرعي فيه، عشان مصدر اساس التشريع هو الشريعه الاسلاميه. فلازم ياخد موافقه مجمع البحوث الاسلاميه ممثله في الازهر طبقا الماده 7، ثم اللجنه تقر هذا. يعني ده هيرجع فين دلوقتي يا سياده النائب؟ يعني هو احنا بعتناه للشيخ الازهر. اعتقد في دول العقاد اللي هيبدا ان شاء الله في الاسبوع الاول من اكتوبر هيبتدي المجلس يناقش المشروعات المحاليه دي. تمام. دكتور عزت، كلنا بنرصد انه ربما من اكتر اسباب خطف الاب مثلا لطفله او العكس فكره انه اخذ حكم بالرؤيه، لكن للاسف الطرف الاخر لا ينفذ هذا الحكم نكايه فيه بقى ما عندوش وقت بيضايقه ايا مكان. ليه القانون ما بينظمش يا فندم الموضوع ده؟ وقانون الرؤيه ده يعني قتل بحثا الكلام فيه، وهل فيه ثغرات ولا لا، وفكره برضو ان انا بخلي الاب يشوف ابنه عدد ساعات محدود في اماكن محدوده، لكن ما اقدرش اخده مثلا معايا يبيت معايا، ما اقدرش اخده في اي مكان انا عايزه. فده طبعا الموضوع الاكثر يعني جدلا فيما يتعلق بخطف الطفل لهذا السبب. وبدأ دي بدء، بس احب انوه لحضرتك ان المشرع لم ينظر لهذه الجزئيه انها خطف، ما اعترفش بها انها خطف. لا، ولو اعترف بها انها خطف لطبق عليها نص الماده 289. لو خطف مجرد خطفه للشخص ده يطبق عليه العقوب. امال سماها ايه؟ يعني الاب هو اللي مش عارف يشوف ابنه بحكم امتنع الرؤية عن تسليم طفل لمستحق حضانته. اللي حضرتك شرحتها في الاول. نعم. مش خطف. ما هو هو لم المشرع المشرع لم يعترف ان اخذ الصغير عنوه او قد يكون بغير يعني بغير رضا حاضنه. مش عايزين نقول انه اخذ عنوه، قد ياخذه بالرضا، يروح للولد المدرسه، تعالى يا حبيبي معايا البيت، يروح معاه البيت. اول حاجه هتعملها الحاضن ان هي هتسلك ايه؟ ان تبلغ ان ابنها اتخطف. النيابه لا توصف هذه الواقعه انها اختطاف لسلامه نيه الاب في المساله. ما سلامه النيه يا فندم دي انا ما اعرفهاش. انا بالنسبه لي فندم ام لحظه واحده اتفضلي. انا بتناقش من ارض الواقع. انا ام. نعم. ابني او بنتي معايا في حضانتي. تمام. ومش المفروض ان الاب يروح ياخده وانا ما اعرفش؟ تمام. هو راح اخده وممكن يقعد يوم ولا اتنين ما يكلمنيش ويقول لي ان الابن معاه وانا دايخه عليه وقلبي محروق عليه. تمام. ده يا فندم لما اروح للنيابه ازاي يتقال لي لا ده مش خطف؟ لو ابنك عند الاب ده مش خطف. الى الان ونرجع لموضوع الولايه الشرعيه. لا، ما هو الامر لا يتعلق بالولايه لان في حضانه. تمام. ولكن لا تكون حضانه قانونيه، لابد لها من صدور حكم محكمه بحضانه الطفل، ان الطفل ده تحضنه فلانه الفلانيه، تحضنه جدته، يحضنه جده، يحضنه ابوه، يحضنه امه. لازم تقرر الحضانه بحكم محكمه لاحد الاشخاص، ثم يعتدي احد الابوين او الجدين على هذه الحضانه فيعد ممتنعا عن تسليم هذا الطفل الى حاضنه. تمام. المحكمه او النيابه لا تنظر الى هذا الفعل على انه خطف. لو نظرت اليه على انه خطف لطبقت عليه نص الماده 289 اللي بتنص ان هو مجرد الخطف يستحق السجن 10 سنوات. طيب فهي النيابه مش معترفه بحكم القانون ان ده خطف؟ فانا هذا ما يتم توصيفه في الاغلب الاعم. يا ريتي الام لما تروح تشتكي في الاسم هتقول. نعم. ايه؟ انا ابني مخطوف. لو عرفت مكان ابنها ان هو مخطوف المحقق فين؟ هيسالها مين اللي خطف؟ بتتهم مين بخطف ابنك؟ ابوه. تمام. هيعتبرها خطف؟ النيابه للاسف الى الان لا تعتبرها خطف. هل في ده محتاجين يا فندم نغير في التشريع؟ في نصوص قانونية في دول عربية وفي دول أوروبية اعتبرت أن ده خطف. يعني فرنسا على سبيل المثال مادة 252 من قانون العقوبات الفرنسي بيعاقب الخطف من أحد الأبوين وخص الأبوين. سيادة النائب، هل حضرتك بتشوف أن المادة دي محتاجة عندنا إعادة نظر؟ الاتفاقية الدولية مجرد التصديق عليها بتعتبر قانون محلي بالظبط.
يعني بيعتبر وكأنها خطف. لا يعني احنا القانون الاتفاقية الدولية ما سابتش حاجة لحقوق الطفل إلا مر بيها. لو كان وقت البرنامج يسمع فضل. هي معايا اتفضل يا فندم. ماشي اتفضل. مش سايبة حاجة بالنسبة لحقوق الطفل. فإذا لو تمت المخالفة لما يخالف أحكام الاتفاقية على النيابة العامة أن تقيم الدعوة الجنائية وفقا لإحكام هذا القانون، لأن الاتفاقية الدولية تبقى المادة 151 من الدستور حينما يصدق عليها مجلس النواب ويبديها رئيس الجمهورية بتعتبر كقانون زي القانون المحلي بالضبط. طيب واجب التطبيق. طيب ماشي؟ تمام. طب ممكن نبدأ، حضرتك هتشرحها لنا، بس ممكن نبدأ بالجزئية دي اللي بنتكلم فيها دلوقتي، انه في حالة انه الاب اخذ الطفل من حضانة والدته. ايوه. وما قالش هو فين. الام راحت تعمل محضر وقالت انه هو مخطوف. هيعاقب بالمادة 289 ولا بالمادة 292؟ 292 بتتحدث هيعاقب بانهي؟ هيعاقب بانهي؟ هيعاقب بـ 292. 292 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او غرامة لا تجاوز المشرع قال او اي يعني اي الوالدين هيدوله 500 جنيه غرام يرجع الولد تاني. اي الوالدين او الجدين لم يسلم ولده الصغير او ولد زي ما بيقول الدكتور ان هو بيمتنع عن تنفيذ قرار في يد الوالد الطبيعي او الحاضن على انه ما سلموش. فاذا كان هناك يعني نوع من عادة التشريع في هذا المجال نبحثه وندرسه بحيث يبقى محكم في التاريخ. انا بقول يا فندم لو ان الاب ده خطف الولد بنية الخطف هيعاقب بالمادة 289. ما هو انا النية يا فندم، انا ما بحاسبش بالنوايا. لا طبعا القانون يحاسب بالنوايا، لان الامر بيبقى محل تحقيق وبتجيبه النيابة العامة وبتستشف من ورائه. طيب هو خاطف الولد نكاية في الام، هل قدام النيابة العامة هيقول كده؟ لا مش هيقول كده. وهو هو النيابة لا تقف، ابني وحشني. تمام تمام تمام. النيابة لا تقف عند حد قول المتهم. نعم. انما قد تكون هناك وقائع كأن تكون الام مثلا او صاحب الحضانة ممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية لمرة او اثنين، فالتجأ الاب الى مثل هذه الحيلة ليشفي غليل صدره بان يرى ولده. يعني احنا عندنا مقولة بتقول ان تقرر ان تنجب ولدا انك بتسمح لقلبك ان يعيش خارج جسدك الى ان يموت. ففي هذه الحالة لو ان الحاضن امتنع عن تنفيذ حكم الرؤية. طيب. وكما الطرف الاخر احد الابوين او احد الجدين باخذ الولد لرؤيته، هل في هذه الحالة نسميه انه اختطفه؟ هو اولا قد قام بتنفيذ حقه بيده وهو بذلك متعدى ايضا على بس على النظام العام. متعدى على القانون، لان المفروض قانون. لان المفروض ان الانسان ان الشخص اللي يقتطع حقه بيده هي اذا امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية او هو اذا امتنع عن تنفيذ حكم الرؤية بيرفع دعوة وبيتم الحكم فيها. تمام. تمام تمام. ولكن احنا بنفترض جدلا انه اقتطع حقه بيده فاخذ الولد بتحايل بطريقة او باخرى عن طريق نفسه او شخص اخر واخذ الولد لمجرد الرؤية. فلو اخذه لمجرد الرؤية القانون عندنا لا يعتبره ايه خاطفا. طيب. اما لو اخذه خطفا وثبت في يقين النيابة وفي يقين المحكمة انه هو احد الوالدين خطف ابنه بيعاقب بنص المادة 289 اللي سلف وبينا انها بتتدرج ثلاث مرات. لا المادة 289 قالت 10 سنين. 10 سنين الخطف، مجرد الخطف وهو انتزاع حرية الشخص. مجرد الخطف بغض النظر ابنه ولا مش ابنه. ابنه مش ابنه، هو مجرد ان هو انتزع حريات الشخص. لان حتى معنى الخطف لغة واصطلاحا هو الاخذ السريع. الا من خطف الخطفة واستاذنا فاتبعه شعب ثاقب. تمام. هو اخذه اخذا سريعا فانتزع منه حريته. هذا هو الخطف فقط. طب اذا ارتبط الخطف بطلب فدية حتى لو كان احد الابوين، وده ممكن تحصل في دناءة شخصية لاحد الابوين انه يطلب من الطرف الاخر عن طريق الغير او الى اي المكائد اللي بتحصل بين الايه، وقد يخطفه ثم يدعي ان هي اهملت ويدعي عليها دعوة الى اخر المطافات. والصراحة برضو قد يخطفه ويرجع في النهاية يقول انا عندي مرض نفسي، ودي بقينا بنسمعها كتير. ده في طبعا اعوان القضاء يعني. بيقوموا
بالرد على هذه الجزئية وبيعرض على لجنة طبية وافترض إذا كان فعلا هو يعاني من أمراض نفسية أو عدمه إلى آخره. الشاهد من الأمر أن إحنا عندنا في مصر لم نفرق في نص المادة 289 بين أن يكون أحد الخاطفين الوالد أو غيره، فبنعاقبها على طول. باقي المواد يا سيادة النائب، حضرتك قلت في مواد عايز تناقشها برضو متعلقة بالطفل. لا يعني بقول الاتفاقية الدولية فيها عدة محاور بحقوق الطفل بكافة المجالات، ماشي، في يعني تعليمه وتربيته، ان الطفل سبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج اجراءات وقائية ورعاية خاصة بما في ذلك حماية قانونية مناسبة قبل الولادة وبعدها، وذلك كما جاء في اعلان حقوق الطفل. الاتفاقية دي فيها حوالي من 120 مادة، واخد بالك معايا. لأغراض هذه الاتفاقية يعني الطفل كل إنسان لما تجاوز 18 تتخذ الدولة الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التميز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعفاء الأسرة أو إنشطتهم. يعني في النصوص الحماية كاملة، لو كان وقت البرنامج يسمح نصفها. تفضل سريعا. تحترم الدولة الأطراف مسؤوليات وحقوق واجبات الوالدين أو عند الاقتضاء أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسب ما ينص عليه العرف المحلي. تعترف الدولة الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة. دي كل ده جاء في الاتفاقية الدولية. تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية. تضمنت الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على قربهم منهما، يعني بيحافظ على الأسرة وبيحافظ أن يكون الوالدين ما يكون مع الطفل. تحترم الدولة الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما أو احتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكل من والديه إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضائي. في اتفاقية يعني أصلاً يكون اتفاقية. نعم دكتور عازل، بس عايز يعلق على واحدة من الاتفاقيات. في اتفاقية زي اتفاقية لهاي. اتفاقية لهاي بخصوص الطفل المختطف. احنا مثلا شفنا حتى في اتفاقيات ثنائية بين الدول وبعضها زي الجزائر وفرنسا لكسرة وجود حالات التزاوج ما بين الجزائريين والفرنسيين والعكس. تم توقيع اتفاقية بين الدولتين على الجنسية، محاربة اختطاف أحد الأطفال من دولة إلى أخرى. يعني إذا كان الولد في حضانة أمه الفرنسية ثم اختطفه أبوه الجزائري وسافر به إلى الجزائر، تعيده الدولة مرة أخرى إلى أمه، والعكس بالعكس. تمام؟ إحنا مصر والاتفاقية دي معمول بيها، معمول بيها في الجزائر. والجزائر من الدول اللي بتعاقب على نصت صراحة على خطف أحد الأبوين للطفل. وإحنا عندنا هنا إحنا ما بنعاقب، ما عندناش نص يخص خطف أحد الأبوين، ولكن عندنا نص عام يطبق لم يستثنى منه الأبوين. إمتى المحكمة بتستظهر نية الخطف؟ إذا سافر به خارج البلاد، كان هناك ما لا يدعو إلى مثل هذا الفعل، كأن تكون الحاضن أو الحاضنة يمكنهم الرؤية الصغير، بل تدعه يستضيفه طواعية دون حكم محكمة. طيب أنا عايز أسأل دكتور عبد المنعم في الموضوع بعد إذن حضرتك يا دكتور، في النقطة دي تحديدا اللي قالها الدكتور، يمكن ده محور الفقرة عندنا النهاردة. الأب اللي بياخد ابنه سواء نكاية في الأم أو هو مبرر لنفسه أنه ما هو في حضانة الزوجة أو الطليقة ومش عارف أشوفه، فبياخده من وراها، فأنا هنا ربنا مش هيعاقبني لأن ده ابني وربنا عالم بنياتي. هنا حكم الشرع إيه يا دكتور؟ شوفت الفاضلة بارك الله فيك، أنا لاحظ حتى الذي قرأه أستاذنا دكتور عبد المنعم، ما طبعا ده مكتوب برا في الأمم المتحدة مش كده، اتفاقات دولية. لا ده اتفاقيات دولية طالما مصر صدقت عليها بتصدق بقانون. نعم أصبحت هنا تطبيقها زي القانون المحلي بالضبط. نعم القضية إن أنا بتعجب إن إحنا ما ننتظرش اتفاقات دولية، ده إحنا اللي نصدر الاتفاقات للعالم.
ما في كلمة قالها سيادة النائب وقرأها علينا إلا موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عناية بالطفل قبل الولادة، عناية بالطفل بعد الولادة، عناية بالطفل مدة شبابه وألعابه، رفع القلم عن الطفل حتى يبلغ، كل هذه الأشياء عنايتك. كلكم راع وكلكم مسؤول. أنا لما بعلم الطفل يا فندم، لما الدين يجبرني أعلم الطفل الصلاة من 7 سنين، ده علموا أولادكم شخصيته. نعم كمان علموا أولادكم الصلاة لـ7، أضربوهم عليها 10، فرقوا بينهم في الماضي. إيه العظمة دي؟ إيه الجمال ده؟ حتى في دخول غرفة النوم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلمة فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ايه الجمال وايه العظمه دي؟ طيب الاب اللي ياخد ابنه ويبرر لنفسه ويقول لا ربنا مش هيحاسبني لان ربنا عالم ان الولد وحشني. ازاي ربنا مش حاسب؟ هيحاسبك ربنا يعلم بعد ما وصى ولدك بيك، وصى ابنك بيك، ووصينا الانسان بوالديه، قال يوصيكم الله في اولادكم. فربنا ارحم منك. فانت حينما تخطف الولد وتبعده عن امه غصبا عنها، بس بعامله كويس، الاب بيعامله كويس، اعمل ما تشاء وجايب له اللعب واخد باله منه كل حاجه، لما تحدث بس لم يقل الأم. لما خط. تحدث لم يقل وصينا الانسان بوالده فقط، انما بايه؟ والديه. انت خدت منظور وحدك، عاوز تاخد حل ثقافه الانا اللي هو الوحده. لا، لابد ان ينظر. اذا كنت تدخل ربنا في الموضوع وتقول ربنا مش، لا ربنا ما هيعاقبك، لأنك أنت لابد أن تعلم أن الأمة هذه لها قلب، وقلبها ده هو عين منبع الحنان للولد. والجنة لم تكن تحتك أنت، وإنما كانت تحت قدم الأم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللي أنت بتقول أنا بخاف من ربنا، اللي بعث ربنا لما سئل من أحق الناس بحسن صحبتي، الحديث المشهور بين الأطفال كلهم، أمك أمك أمك، وبعدين انتظر ظن هيقول له امه تقل وابوك. بشكركم جزيل الشكر على هذا الحوار، وحاولنا الحقيقه في الفقره دي ان احنا ناخد الحديث عن خطف الطفل من منظور مختلف شويه. احنا مش بنناقش الجريمه نفسها، احنا بنناقش القانون كيف يعاقب، وامتى اسمي الطفل الاب او الام بياخدوه عنوه ودون علم الطرف الاخر، امتى اسميها جريمه خطف، وكيف يعاقب او متى يعاقب عليها القانون. بشكر حضراتكم جزيل الشكر سيادة النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان. شكرا لحضرتك يا فندم. الدكتور عبد المنعم فؤاد، استاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر، شكرا لحضرتك. الدكتور عزت القط، مدرس القانون المدني، شكرا لحضرتك. وبشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وغدا ان شاء الله لنا لقاء يتجدد باذن الله في تمام الساعة 10 مساء من مساء دريم. تحياتي منا فاروق، تصبحوا على خير.